عيدي علينا بارتين وسعيدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، كل عام وأنتم بألف خير في أولى حلقات برنامج من العايدين اللي نواكب من خلاله فرحتكم بالعيد من خلال شاشة تلفزيون قطر، ونستضيف خلاله كوكبة من النجوم الذين سعدونا بإبداعاتهم في المجالات المختلفة. ولكن قبل أن نبدأ حلقتنا وفي أول أيام عيد الأضحى المبارك، وبهذه المناسبة أرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب الأمير حفظهم الله، وإلى الحكومة القطرية والشعب القطري والمقيمين. نايف، كل عام وانت بخير إن شاء الله. وانت بخير، ومشاهدينا إن شاء الله يومكم جميل، ومعاكم احنا في أولى حلقات برنامج من العايدين في أول أيام عيد الأضحى المبارك. بهذه المناسبة أرفع أسمايات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب الأمير حفظهم الله، وإلى الحكومة القطرية والشعب القطري والمقيمين. إذاك مبارك فيصل. علينا وعليك تبارك يا نايف، ومن العايدين يا علي. من عايد العيد إن شاء الله. الله يجزاك خير. طبعا مشاهدين الكرام، مساكم الله بالخير في أول أيام برنامج من العايدين وأول أيام عيد الأضحى المبارك. وبهذه المناسبة أرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب الأمير حفظهم الله، وإلى الحكومة القطرية والشعب القطري والمقيمين على هذه الأرض الطيبة. عيدنا وعيدكم أجمل مع شاشة تلفزيون قطر. إن شاء الله أن أيامكم دائما جميلة، ونكرر عيدكم مبارك وعساكم من عوادة. أهم شيء خلوا عيالنا مبسوطين بالعيادي، وكذلك تواصلوا مع بعض ولكن وفق الإجراءات الاحترازية، وإحنا إن شاء الله بنشارككم هذه الفرحة، وتقدرون تراسلونا عن طريق الرسائل النصية وتشاركونا تهانيكم على الرقم 5595 8585.
الرقم مرة ثانية 5595 8585. علي أنت لا طرش رسالة، الله يخليك. أنا طرشت قبل شوي. طبعا مشاهدينا الكرام، تأتينا الأعياد كل عام ونسأل أنفسنا سؤال: ما هو الفرق بين عيد الآن وعيد زمان؟ كل عام كنا نبحث في هذا الموضوع، ولكن جاءت الأعياد هالسنة مختلفة فعلا عن أعياد الماضي. بعد أن كنا نطلب التقارب أصبحنا نوصي ببعض التباعد والحذر، فشعرنا لأول مرة بفرق كبير جدا من مظاهر احتفالاتنا بالأعياد، ولكن في داخلنا أرواح وقلوب تملأها الراحة بالقرب من الله والحمد على نعمه، وصبرا لن تكون نهايته إلا سعادة ومغفرة. أكيد مثل ما قلت علي، عيد الأضحى هذا العام جاءت معاه بشائر المرحلة الثالثة من مراحل الرفع التدريجي للقيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا، ولكن يبقى مختلفا عن كل الأعياد اللي عشناها قبل، وهو اختلاف أثر على المظاهر الاحتفالية مثل ما ذكرت يا علي، لكن الفرحة في نفوسنا وقلوبنا فهي لا تتغير أبدا. في مشارق الأرض ومغاربها وبالتهليل والتكبير يحتفل المسلمون بعيد الأضحى المبارك، والاحتفالات بالعيد في دولة قطر لها طابع خاص، إذ يتمسك أبناؤها بموروثهم الثقافي ويحافظون على العادات والتقاليد العريقة التي تتوارثها الأجيال جيلا بعد جيل، بدءا من الحيبية ومن ثم صلاة العيد وتبادل التهاني مع الأهل والأصدقاء، ولا ننسى العيدية. دلال القهوة والشاي جاهزة، والجدوع أو الفوالة تغمر قلوب الأطفال بالسعادة، أما الفرجان والشوارع والحدائق فتنتظر روادها بشوق وغطة. قد لا يشبه العيد هذه المرة الأعياد السابقة، وذلك نتيجة للظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، ولكن بمنة من الله وبفضل تدابير الحكومة الرشيدة وجهود المؤسسات الصحية ووعي الشعب وإدراكه، تمكننا من الولوج بنجاح إلى المرحلة الثالثة من تخفيف القيود، والتي كان أهمها فتح عدد محدود من المساجد لأداء صلاة عيد الأضحى مع الأخذ بالاحترازات الصحية اللازمة. الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك جرت على قدم وساق وفق الإجراءات المعتمدة، وازدانت الأسواق والمجمعات التجارية بأحدث أنواع الملابس الجاهزة والأحذية وأجود منتجات العطور والعود والبخور والحلويات، في حين شهدت محلات الخياطة الرجالية والنسائية ومراكز بيع السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية إقبالاً منتظماً. أما المؤسسات الحكومية فقد استمرت باتخاذ التدابير الوقائية أثناء قيامها بتجهيز المقاصب وتوفير الأضاحي بمختلف نوعياتها، وكذلك تنظيم الشواطئ العامة وتحديد أماكن السباحة وأوقات التخييم المؤقت. في تعاوننا معاً والتزام المجتمع بكافة فئاته وأطيافه بجميع الإجراءات الاحترازية خلال فترة العيد، سنتجاوز الأزمة وسنحتفل مع أبائنا وأبنائنا وأطفالنا مجدداً، فالحياة تليق بنا ونحن نستحقها. طبعا مشاهدينا الكرام، مثل ما تابعنا وياكم هذا التقرير اللي جميع مؤسسات الدولة كانت تسعى ان تحافظ على نظافة الاماكن اللي الناس راح تزورها خلال فترة العيد وايضا ما قبل العيد، وشيء جميل ان نشوف ان الناس بدأت تطلع مع خلنا نقول مع بداية المرحلة الثانية او نص المرحلة الثانية، الناس بدأت تطلع تجهز حق العيد. خلصتوا انتم اموركم حق العيد ولا؟ أنا ما خلص ليه ولا مال العيد اللي طاف؟ ما مداني المحلات سكرت ولا مال العيد اللي طاف؟ أنا بالنسبة لي ما تكلفت بشيء، هو نفسه مال العيد اللي فات بما أنه ما عيدنا،
لكن فيصل تكمل على كلامك شهادة وشكر لجميع المتطوعين خاصة من الهلال الأحمر القطري موجودين في المساجد ويساهمون في تنظيم المصلين، فالله يعطيهم العافية. أكيد مش بس المساجد يا نايف، المساجد والمجمعات التجارية وأيضا في الفنادق وغيرها. وأيضا مشاهدينا الكرام راح نواكب في هذه التغطية مجموعة من البرامج التي تقدمها إذاعة قطر وإذاعة صوت الخليج التابعين للمؤسسة القطرية للإعلام، وراح يكون انتقالنا الأول لإذاعة قطر من خلال برنامج العيد في الدوحة، وهو من تقديم مياسة المعمري وأحمد السعدي وإعداد بثينة عبد الجليل، وهو البرنامج اللي راح يواكب أهم الأحداث اللي تصير في الدوحة خلال العيد ويستضيف كوكبة من المتحدثين. فخلنا نروح معاكم مشاهدين الكرام إلى إذاعة قطر ونشوف العيد في الدوحة. طبعا مستمعينا الكرام، احنا الحين في بث مشترك مع الأخوة في تلفزيون قطر، واكيد مثل ما ذكرنا مياسة العمل المشترك اللي تقوم بالمؤسسة القطرية للإعلام بمختلف أجهزتها، نتحدث على الإذاعة، التلفزيون، صوت الخليج، ربط مشترك. في النهاية احنا هدفنا نوصل فرحة الناس، نوصل أيضا الأجواء الجميلة اللي قاعدين نعيشها في دولة قطر. نتمنى أكيد إن شاء الله لهم الاستمتاع ومتابعة طيبة سواء عبر أثير إذاعة قطر وأيضا عبر تلفزيون قطر. جميل. أيضا الملاحظ أن دائما ما شاء الله برامج التلفزيون معروف عنها صوت وصورة، والناس يعني يمتلكهم فضول لمعرفة برامج الإذاعة التي تتحفنا ببرامج مختلفة ومتنوعة طيلة أيام السنة، وأيضا مرتبطة بالمناسبات الوطنية والمناسبات الدينية اللي نعيشها. راح يكون إن شاء الله معنا مجموعة من الضيوف المختلفين اللي راح يعني نحاول بقدر الإمكان نحن نعطيهم أيضا مساحة للحديث. والبداية مع سعادة الدكتورة عايشة المناعي، عضو مجلس الشورى ومدير مركز إسهامات المسلمين في الحضارة بكلية الدراسة الإسلامية بجامعة قطر، للحديث حقيقة عن أجواء العيد ما نعيشه حقيقة هنا في دولة قطر. ما شاء الله من تكاتف، من تلاحم، نشوف أيضا ما شاء الله يعني يمكن كورونا يمكن شوي خلانا نبتعد عن بعض، ولكن قرب العائلة بشكل أكبر، أعطى أيضا مساحة للناس مع بعض. كل هذه الأمور جميل. إذن إحنا يسعدنا أن نرحب على الهواء مباشرة بسعادة الدكتورة عايشة المناعي، عضو مجلس الشورى ومدير مركز إسهامات المسلمين في الحضارة بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة. دكتورة عايشة كل عام وأنت بخير، يا مساء الخير والنور والنوير. يا أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، والصحة والسلامة. وزين صححت إنه يعني في جامعة حمد بن خليفة، ف يعني لأن يعني زميلك الله يحفظك قال مدينة في جامعة قطر، مع الوارد يعني جامعة قطر وجامعة حمد بن خليفة كلهم جامعات قطر. أكيد. يعني نشرف فيك دكتورة معنا في هذا الخير والله، يعني وإن شاء الله كل سنة وانتم طيبين وعيدكم إن شاء الله مبارك علينا وعليك، تبارك العيد إن شاء الله بحمد الله يحفظك. دكتورة يعني لو تبي تهنين حد، من تهنين في هذا العيد؟ رقم واحد أهني سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد الله يحفظه إن شاء الله ويجعل لنا دخر، لأن هو قائدنا ورائدنا، ويعني هو الذي نشعر بنوع من الطمأنينة في كنفه وفي يعني طبعا اهتمامه، وكل يعني قد يعني تصعب الكلمات ان انا انتقيها لأهديها لسمو الأمير فعلا يعني، وهو يستحق يعني. نحن لا نقول هذا الكلام مجاملة او يعني محاباة أو ما إلى ذلك، لكن هو فعلا هذا الرجل يستحق منا كلمة حتى الشكر يعني. طبعا وسمو الأمير الوالد والأحبة، أنتم أحبتنا، أهلنا، كل هالقطر المقيمين في قطر، نبارك للأمة الإسلامية أيضا جميعها وندعو لها برفع البلاء والوباء إن شاء الله بإذن الله. الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. فعلا دكتورة، كيف وجدتي أجواء العيد ما شاء الله في ظل التخفيف من القيود وعودة الحياة التدريجية اللي بصراحة ابتدأنا نشهدها من المرحلة الأولى وليس فقط من المرحلة؟ والله صدقتي كما قلتي، احنا فعلا شعرنا بها في المرحلة الأولى، وأيضا كنا نشعر أيضا حتى قبل المرحلة الأولى
لأن دولة قطر الحمد لله رب العالمين يعني بفضل هذه القيادة بفضل هذه الجهود الجبارة التي يعني لن أقول مؤسسة معينة ولا وزارة الصحة وإنما جميع المؤسسات الحكومة كلها يعني تكاتفت تكاتف يعني عجيب بحيث أن أشعرتنا بنوع من الطمأنينة لو أن احنا كنا طبعا متضايقين بشيء طبيعي جدا بأن بهذا الوباء لكن كنا نشعر يعني لم يكن هناك حظر يعني تام مثلا مثل كثير من الدول مثلا إنما الحمد لله رب العالمين بقدر ما يستطيعون طبعا هذا الحظر يعني على المولات والأسواق وما إلى ذلك وهذا أمر طبيعي جدا وكثرة التوعية التي يعني قام بها يعني قاموا بها بمجهود جبار حقيقة وزارة الداخلية الهلال الأحمر لأن أنا طبعا من منتسبين الهلال الأحمر بالمتطوعين بما إلى ذلك فكل هذه الأمور يعني توعية شديدة جدا وأصبح الناس في البداية طبعا كانوا الناس يعني متخوفين وغير ملتزمين وما إلى ذلك ولكن فيما بعد الحمد لله رب العالمين رأينا التزام كبير جدا وفي يعني شعور بالمسؤولية يعني ما شاء الله يعني دكتورة يمكن يمكن على طالي هذه المرحلة يعني الحقيقة حتى قدمت يعني المفروض أنها تكون غدا يعني لكنها قدمت كم يوم قبل ذلك هذا دليل واضح على الحمد لله أن هناك نزول وانخفاض في مستوى يعني الإصابات بالكورونا الحمد لله رب العالمين وطبعا هذه كلها يعني بفضل هذه الدولة وهذا المجهود الجبار الذي قام به الجميع يعني لا أقول أحد وأستثني أحد من الجميع يعني دكتورة عائشة يمكن اليوم تابعنا حدث استثنائي هي صلاة العيد وصلاة الجمعة ولله الحمد ما هو شعورك طبعا بعودة الله الحمد يعني الصلاة إلى المساجد الحمد لله عدنا ونعود أيضا لصلاة الجمعة وأيضا صلاة العيد والمعنى الكبير صلاة العيد اللهم لك الحمد لك الشكر عندما رأيناها طبعا احنا رأينا في التلفزيون يعني يعني نقول يعني صلاة العيد من الوجبة يعني ولكن شعرنا بنوع الحمد لله رب العالمين بنوع كأنه مهدئ يعني تعرف يعني كأنه أمر نزل على قلوبنا بنوع من الهدوء والطمأنينة والحمد لله رب العالمين وأن الدنيا بخير ويعني الأمر بخير وولي الأمر هذا هو يصلي ولكن هذه الاحترازات اللي موجودة من كمامات من يعني من مسافة بين المصلين ما إلى ذلك هذه نوع أشعرنا بنوع الحمد لله رب العالمين بنوع من الطمأنينة حقيقة فالحمد لله عندنا متفائلين جدا وأيضا يوميا نتابع الحالات وكل يوم عن يوم نشعر بنوع من الطمأنينة أكثر وأكثر وإن شاء الله نوصل لصفر يعني دكتورة عائشة الله يبلغنا بهذا اليوم اللي ما يتسجل فيه ولا حالة بإذن واحد يعني أحد نتمنى بتصفير إن شاء الله بإذن الله يعني دكتورة بحكم أنك مدير مركز إسهامات المسلمين في الحضارة كيف يعمل هذا المركز لإبراز هذا الدور للعالم وأهمية أيضا في هذه المرحلة والله المركز لأنه هو فعلا إسهامات يظهر إسهامات المسلمين في الحضارة نعمل ترجمة لأمهات الكتب للكتب القديمة للعلماء القدامى والعلماء القدامى دائما الواحد منهم يكون موسوعة علمية ليس متخصص في مثلا مثلنا يعني الآن نحن إذا صنفنا أنفسنا علماء فكل واحد منا متخصص في علم أو في فن كما يسمونه يعني فن معين أو علم معين لكن العلماء القدماء الواحد منهم يعتبر موسوعة علمية قد يكون في الفقه وفي الطب وفي الصيدلة وفي الشعر وفي وهكذا ولذلك فعلا هؤلاء يستحقون منا بل نحن يعني كمسلمين نستحق أن نرى هذه الإسهامات القديمة نظهرها بصورة ترجمة نترجمها للغة الإنجليزية للألمانية للفرنسية يعني وهكذا يعني وأيضا هناك بعض الإسهامات يعني من المسلمين الغير عرب أيضا نترجم يعني بعض مؤلفات المؤلف نختار يعني نحن ننتقي ونختار إلى اللغة العربية لكي يعني يعرف العالم ويعرف الشباب يعني
حضارتهم وتراثهم وتاريخهم يعني. ومن منطلق أن يعني المركز الآن أيضا نحن في بداية شهر سبتمبر إن شاء الله 9 بحول الله سبحانه وتعالى سنربط عندنا يعني عندنا مؤلف من المؤلفات لواحد اسمه عالم اسمه سعد الحكيم التميمي في القرن الرابع الهجري، هو طبيب صيدلي عالم نبات وهكذا من مواليد القدس من فلسطين يعني. هو هذا الرجل حتى سموه الترياقي بمعنى أنه هو يبحث دائما في النباتات والتداوي والترياق وما إلى ذلك الذي يخفف أو يشفي من الأمراض ومن الأوبئة. وحتى سمى هذا هذا المؤلف سماه مادة البقاء، يعني مادة البقاء يقصد بها الذي الشيء الذي يبقي في إصلاح الفساد أو يصلح الفساد، حتى قال يعني إصلاح فساد الهواء والتحرز من ضرر الأوباء، سماها كذا والتحرز من ضرر الأوباء، يعني يتكلم عن الأوبئة. شوفي من 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 القرن الرابع الهجري يتحدث في الأوبئة وفي الفيروسات وفيما إلى ذلك. وهذا فعلا يعني أنا يعني استغلت فرصة بأن يعني فعلا لابد أن احنا نطرح هذا المؤلف. احنا طرحينا للترجمة لكن أنا سأعرضه في ندوة إن شاء الله علمية في بداية 9 نبين ونظهر إسهامات المسلمين منذ القديم في استخدامهم للأدوية، في استكشافهم للأدوية طبعا هم عن طريق الأعشاب يعني يعني لدفع هذا الضرر، هذه الضرر الأوبئة أو يعني الميكروبات أو الفيروسات وما إلى ذلك. ما شاء الله دكتور عايشة، يعني التاريخ الإسلامي زاخر بالعديد من الإسهامات في المسلمين في مختلف أكيد القطاعات. على المستوى الشخصي دكتورة، هل هناك مشروعات فكرية أو أكاديمية تعملين عليها خلال الفترة المقبلة؟ والله أنا يعني أعمل مع في يعني مع المركز نتحدث عن أمور كثيرة، في أمور أنا يعني لي اهتمامات بها ولي يعني يعني عندي لها أولويات، ومنها أيضا القدس، لأني أنا مرة زرت في السنة الفائتة زرت فلسطين وذهبت أيضا إلى المسجد الأقصى، فيعني شعرت بأن هذا يعني هذا المكان يحتاج أن فعلا نقدم عنه أبحاث أيضا. طبعا هي قدمت ما في كلام يعني على مر السنوات، ولكن أنا يعني كباحثة وكأستاذة يفترض أن أقدم فيها شيء، ولذلك الآن أنا بصدد البحث عن مخطوطات قديمة لأن يعني أربط ما بين المركز وما بين اهتمامي في هذا الموضوع، مخطوطات قديمة عن المسجد الأقصى وعن فلسطين وما إلى ذلك، وأعمل على تحقيقها وإظهارها يعني ما شاء الله جهد جبار دكتورة، يعني مش شيء بسيط بس حلو أن الواحد يسعى ويجتهد لتحقيق أحلامه الشخصية. إن شاء الله ما إحنا نحلم، الله سبحانه وتعالى يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا دعوتم الله فادعوه بالفردوس الأعلى. صحيح. يعني لا تدعين تقولين أنا أكون في بداية الجنة ولا هذه، لا ادعي ادعي ادعي. حلو الطموح دكتورة. يعني انتقي أعلى حاجة وادعيها. ليش؟ لأن لثقتك في الله سبحانه وتعالى بأنه قادر على أن يحقق لك مطلبك. والنعم بالله. واليوم أنت يعني بعثتي لنا رسالة إيجابية جدا جميلة لكل شخص عنده طموح يجتهد في طموحه وإن شاء الله يوصل. نعم. بصراحة كنت يعني ضيفة خفيفة لطيفة في أجواء العيد، نتمنى لك إن شاء الله لحظات سعيدة مع العيلة. شكرا جزيلا للدكتورة عاشة المناعي عضو مجلس الشورى ومدير مركز إسهامات المسلمين في الحضارة بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة. شكرا جزيلا لك. شكرا لك دكتورة. طبعا ما شاء الله شكرا لك. يعطيك العافية. شكرا لك. الله يحفظك. أكيد يعني أجواء العيد ما شاء الله احنا اخذناها من جانب، وراح اكيد نستكمل في باقي فقرات البرنامج مياسة وايضا مستمعينا ومشاهدينا اكيد عبر تلفزيون قطر في مجموعه مختلفه من البرامج في برنامج العيد في الدوحه. نتمنى لكم اكيد ان شاء الله متابعه طيبه، ونستكمل اكيد باقي فقراتنا بعد هذا الفاصل الغنائي.
مرحبا فيكم من جديد مشاهدينا بعد ما كنا معاكم في هذه الاستضافة البسيطة في إذاعة قطر. كل الشكر أكيد لزملائنا أحمد السعدي ومياسة المعمري، يعطيهم العافية على برنامج العيد في الدوحة الجميل. طبعا يمكن تشاركوني رأيكم في إذاعة قطر أنها كانت هي صاحبة السبق في الأخبار، في الثقافة، في التعليم، في أيضا حتى كان في مجموعة الثقافة والفن والأغاني القديمة اللي يعني صراحة حنا تربينا عليها لين وصلنا مرحلة إن حنا صار عندنا تشبع ثقافي، تشبع أدبي من إذاعة قطر. إذاعة قطر يعني من أساسات الإعلام في دولة قطر. بس قبل أسهل في الحديث يعني تحية للزملاء أحمد السعدي ومياسة المعمري، دائما يمتعوننا ودائما يكونون أخفاف على المسامع لما نكون خاصة نتجول في الدوحة. أنا بالنسبة لي دائما أشغل إذاعة قطر، إذا ما عجبني الوضع شوية أغير يعني ما ننكر، ولكن صوت الخليج، صوت الخليج ولا بعد في إذاعات اليوم بعد حديثة ممكن أنك تستمتع فيها، ولكن الجانب الفني دائما يكونوا مثرين للجانب الفني فيصل. أكيد. إذا أنت تتكلم على الجانب الفني بعد أيضا الجانب الإخباري في إذاعة قطر، يعطيهم الصحة والعافية العاملين على هذا الجانب من ناحية توصيل الأخبار، من ناحية أنه إذا أي حد عنده أي مشاكل مع مثلا موضوع معين من برنامج وطني حبيب صباح الخير، فيعطيهم الصحة والعافية دائما يحاولون على قد ما يقدرون أن يوصلون لأفراد المجتمع وأيضا يتواصلون مع الجهات والهيئات علشان يحلون هذه المشاكل اللي قاعدة تصير. يعني في بعض الأوقات أو بعض الأماكن مثلا الواحد يكون ضايع ما يعرف يلجأ حق من الشخص المسؤول، فأكيد نوجه لهم تحية لكل العاملين في إذاعة قطر وأيضا في جميع البرامج اللي يقدمونها من خلال إذاعة قطر، فكل الشكر لهم. يعني بصراحة قوي هذا البرنامج، وأنا بصراحة أفكر أشتكي على حد أفكر يعني نشوف كيف الإجراء. لا 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 شوف، بما أني أنا ليش شكيت في نفسك يعني؟ أنا على طول أدري أنك تبي تسوي مشكلة معي، لكن بقول لك شغلة أمانة. يعني أنا قدمت سنة كاملة في إذاعة صوت الخليج، وجههم طبعا من هذا المكان كل التحية، مدرس الكبير عبد السلام جاد الله والإخوان كل موجودين، الأستاذ محمد المرزوقي وأيضا الأستاذ محمد عبد الله اللي صراحة كانوا داعم لنا، وقال لي عبد السلام جاد الله أبو أحمد قال في يوم من الأيام أنت تروح للتلفزيون وتطلع مذيع في التلفزيون، لكن صدقني بتحن للإذاعة، بتحن للمايك والميكروفون في الإذاعة. والله العظيم يا أخواني إن كل فترة أروح أزورهم وأقعد معاهم شوي، فعلا أحس الانتماء للمكان هذا يعني له مكانة خاصة، له ميزة خاصة. لكن أرجع للأساس الحين في التلفزيون قطر. ها؟ شو تفضل؟ الشاشة أكيد، لأنك في الشاشة تقدر تعبر ترى بملامحك، بالأخبار، بحركة الجسد. أكيد إنه مو مثل الإذاعة، لكن الشاشة لها بعد طعم ثاني حلو. بس تدري أنا فيصل قبل كنت كذا مرة بأتصل بأطلب أغنية ولا شيء ما كان يرد علي. أشوف رغم ما رد هاي النذالة. ليش؟ ليش يعني؟ طلباته كلها صعبة. مش بالعكس نايف ما يتشرط ولا لا طلبات صعبة. بس ما كان لك بارض لا يقول لا مو بمارض صدقني طلباتها صعبة، لازم إن نص ساعة ندور على الغنية اللي وياها. فلومني بتصل وطني الحبيب. مشاهدينا نروح معاكم لفقرة، فقرة راح تكون جميلة مع ممثل ومؤلف ومخرج، كذلك هو مذيع قدم العديد من البرامج التلفزيونية وعنده سجل فني فيه العديد من المسلسلات، وكذلك شارك فيها كممثل وكمخرج، وعنده مجموعة بعد من المسرحيات كممثل وكمخرج، وهو اليوم يقدم إنتاج هذه الخبرة العملية والأكاديمية كذلك كمدرس أكاديمي في كلية المجتمع. فأعتقد أن احنا قربنا الصورة نتكلم على من. صحيح أكيد. طبعا مشاهدينا الكرام، رحلة طويلة لأحد النجوم المتلألئة في الثقافة والفن القطري، باختصار هو الفنان سعد برشيد. في البداية نصبح نمسي عليك بالخير وسعداء بتواجدك معنا في برنامج من العايدين، ونقول لك العام وانت بخير وعساك من عايد العيد يا رب. يا هلا مرحبا فيكم، وأنا سعيد وأتشرف أني أكون معاكم، وعيدكم مبارك فايزين إن شاء الله. طبعا أنتهز هذه الفرصة وتوجه أيضا لمقام صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
نملة تهنئة طبعا بهذه المناسبة المول في عمرها، ذلك الأمير الوالد، أيضا سمو الشيخ عبد الله بن حمد نائب الأمير، والشعب القطري مواطنين ومقيمين على هذه الأرض العزيزة علينا كلنا. فأنا سعيد جدا لكم، كل عام وانتم بخير وعيد مبارك. يا نايف أنا بعد بشتكي على عليك. بتشتكي على من؟ شوف عشان ما تقول إني ظلمتك. أستاذ سعد، يعني في كل مرة أقابلك فيها كنت دائما أقول لك أني أنا معجب بالنسفة، لكن السؤال اليوم في عيد الأضحى، هل ذبحت الأضحية وأنت ناس في النسفة هذه ولا بطريقة ثانية؟ الحمد لله رب العالمين، الله رزقنا نفرح بالعيد، والحمد لله اليوم فعلا يعني نحرنا تقريبا، بس مو قايل فيه قبل خلفني بعد. يعني الفنان سعد برشيد، أنت مختلف ولكن مختلف بتميزك بصراحة، لكن بعد شفنا اختلاف في العيد هالمرة، في تباعد وفي إجراءات وفي شوية يعني توتر وخوف لما تشوف شخص ممكن فترة ما شفته، فاختلف معاك العيد هالسنة؟ والله شوف العيد والحمد لله رب العالمين، نفرح بالعيد من صغرنا من طفولتنا، يعني اليوم يعني اليوم احنا اجتمعنا مع عائلة بصراحة أقول لك يعني، لكن في تباعد، اجتمعنا في بيت رضيع بيت أختي، ومكان معنا نسائنا إخواني وخواتي وعيال وأحفادنا، لكن حتى عيالنا جالسين نعلمهم على التباعد الاجتماعي. لكن العيد عيد، العيد فرحة، العيدية لما تطلع أيضا من الشخص ويفرح فيها الأطفال، القعدة السوالف يعني، ف يختلف لأن هذه طبعا جائحة عالمية، وهي والله إن شاء الله يقدرنا ونجتاز والحمد لله رب العالمين، يعني أكثر من الدول اللي جدا يعني يعني تميزت بمحاربة هذا الوباء، والله يرحم يوفقه طبعا، وفي كل دول العالم طبعا مش بس في قطر، ولكن الحمد لله رب العالمين. لكن نعود لمدى العيد والعيد، وإحنا يا معيدنا أيضا في بلدان كثيرة، يعني سواء كان على مستوى الدراسة ولا على مستوى مناسبات أخرى، ولكن فرحة العيد الواحد يكون بين أهله وبين ناسه وفي بلاده وفي وطنه بين أحبابه، هذه أنا أعتقد تزرع شغلات كثيرة في قلب الإنسان وروح الإنسان، ويفرح فيها بشكل جدا يعني متألق وشغلة لا يمكن أن ينساه. كلنا نملك ذكريات أكيد. الفنان سعد، أنت قاعد تتكلم وذكرت عن فرحة العيد واستعدادات العيد والزوارة وغيرها من هذه الأمور، لكن بعد أيضا ما راح نرجع بالسنوات قبل، لكن بنقول لك العام اللي فات، طبعا العيد يعتبر مثل موسم للمسرحيات أو مثل ما نقول اللي هو المهرجان المسرحي، فشلون كانت خلال ذيك الفترة المشاعر التجهيزات هذه الأمور مقارنة بهذه السنة؟ والله شوف يعني احنا ارتبطنا طبعا كعاملين في الحقل الثقافي والفني والمسرحي بالذات بمناسبات الاعياد، يمكن انتم طبعا انا اكبر سنا اكيد، ولك تحت العمر ان شاء الله الله يطول في عمرك، يعني اعمالنا المسرحيه كلها مناسبه الاعياد، يعني انا شاركت في العديد من الاعمال المسرحيه للاطفال مع زميل الله يرحمه ويربي الفنان عبد العزيز جاسم، ومع من الممثلين والممثلات والأطفال والفرق الاستعراضية، أيضا هذه كانت نوع من المساهمة في أن فعلا نرسم إحنا البسمة والفرحة على وجيه أطفالنا وحبايبنا، خصوصا مسرحية الأطفال لا تختص الطفل بس، ولكن أيضا كانت العائلة كلها تيل. أنا بقول شغلة بسيطة جدا يعني خلال تجربتي الأكاديمية في كلية المجتمع، يعني في إحدى المحاضرات جوني طالبتين تقريبا، وأثناء المحاضرة كذي بعد المحاضرة قالوا لي يعني أستاذ سعد نبي نراويك شغلة، تفضلوا رووني صورتهم طفلتين صغار وأنا كنت أمثل في تلك الفترة على خشبة المسرح، أشوف سبحان الله الدنيا شلون دوارة دارت، ما شاء الله كبروا وأنا جالس أدرس لهم في الكلية وهم كانوا يحضرون مسرحيات وهم طفلتين، من خلال ايضا عروض الاعياد اللي كانت في ذيك الفتره. لكن الحمد لله رب العالمين، يعني احنا في قطر
يعني في خير ونعمة، ولكن أيضا يجب أن نلتزم بهذه الأمور وشوي شوي وراح ترجع. احنا واثقين إن شاء الله راح ترجع الحياة مثل ما كانت، وراح أيضا يرجع المسرح مثل ما كان يبدع من خلال مبدعينا على خشب. نعم، أنت يعني ذكرت كلية المجتمع في حديثك، لو تقول لنا عن تجربتك في كلية المجتمع ونقدر نقول تحضيرك لجيل قادم، حضرتهم فنيا، زودتهم بالذوقية اللي أنت خذتها بخبرة هذه السنين، فكيف تقييمك للتجربة؟ وإن شاء الله راح نشوف هذا النتاج مستقبلا. شوف، كلية المجتمع طبعا هي يعني إحدى الكليات في قطر صراحة، وهذه فرصة أن أنا أيضا أني زملائي صراحة كلية المجتمع من سعادة العميد أيضا كل أساتذة ما بيها ترى سمعش أحد يسأل علي ولكن اللي بقوله أن كلية المجتمع هي طبعا مأخوذة بفكرة كلية المجتمع في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه الكليات معروفة هي متعلقة بالمجتمع، أي أنها تحضر دراسات وتخصصات غير موجودة في الجامعات المحيطة، وأيضا في تسهيلات كثيرة في قضية الانتساب لهذه الكلية. عرفت يعني في ناس فاتتهم سنة دراسة مثلا من سنوات كثيرة، أيضا ما يشترطون مثلا في بعض التخصصات بالنسبة للواحد يأخذها. لكن إذا أنا بسلط الضوء على برنامجنا بالذات في مجال الفنون المسرحية، فإحنا تقريباً يعني لنا هدفين في هذا الموضوع. الهدف الأول طبعاً هو مواصلة تخريج الدفعات اللي ممكن تصب في نفس مسار الحركة الثقافية والفنية، وذلك طبعاً بدعم من وزارة الثقافة، اللي طبعاً أشكر طبعاً سعادة الوزير وأقول له أيضاً العام خير الداعمين أيضاً لهذا البرنامج مع كلية المجتمع. وأيضاً يعني تواصل الأجيال لابد من في كل المجالات تقريبا، اللي هي مجال الاخراج المسرحي، النقد المسرحي، الديكور المسرحي، والاداره المسرحيه، وهذا تخصص جديد والحمد لله خرجنا دفعتين، وكان على اساس بنخرج الدفعه الثالثه، ولكن طبعا نتيجه يعني ظروف كورونا. ولكن ايضا الهدف الاخر هو تثقيف الطلب في ماهيه المسرح وكيفيه تعامل المسرح ومدى تاثره بالمجتمع وتاثيره على المجتمع. أن أيضا نحن ندرس كمواد اختيارية، ولله الحمد يعني إن شاء الله في إقبال كبير على المواد اللي إحنا قدمنا في كلية المجتمع أكيد. المتعلقة تقريبا بالمسرح والمجتمع. أكيد. الفنان سعد برشيد، إن ذكرت عن برنامج الفنون المسرحية وذكرت أيضا عن تدريسك لطالبات وأيضا طلاب في كلية المجتمع بما يتضمن عن فنون المسرح أو طرق التمثيل وغيرها، فإذا احنا مثل ما نقول من خلال تجربتك كمحاضر في كلية المجتمع، مدى إقبال الشباب والبنات على هذا التخصص بحد ذاته، وأيضا توقعاتك لمخرجات كلية المجتمع في تخصص الفنون وخشبة المسرح؟ شوف، لو حسبناها تقريبا كنسبة وتناسب في العديد من البلدان، تعرف هذه التخصص المسرح من ضمن التخصصات يعني فيها نوع من التركيز. يعني مثلا الحين لو قلت مثلا دراسة، طبعا مع الاحترام لكل التخصصات الموجودة، لكن مثلا في السنة ينقبل 1000 طالب وطالب لدراسة إدارة الأعمال أو الاقتصاد أو الآي تي، ولكن في مجال الإبداع الفني بالذات يجب أن ينحصر يعني هذا التخصص في الناس اللي عندهم تقريبا يعني بذرة الموت في أي مجال، سواء كان مسرحي، موسيقي، أو أيضا متعلقة بالنحت والتصوير وبالرسومات بصريح العبارة. حتى الدفعة الأولى ما توقعنا أن ممكن تكون الدفعة الأولى 28 طالب وطالبة متخصصين في مجال المسرح. يعني لو ما أبي أذكر طبعا جامعات أخرى ولا معاهد أخرى فنية شلون بدأت، ولكن بدأت 5 طلبة 10 طلبة كحد أقصى، ولكن عندنا ما شاء الله 28 طالب وطالبة ينضمون لأول مرة في البرنامج، فهذا طبعا كان فخر لنا وفرح لنا. وايضا مثل ما قلت لك متواصل اجيال، لابد انك انت تخرج ناس توصلهم في المسيره. المسرح ليس فقط هو الوقوف على خشبه، ولكن كل ما يتعلق بالمسرح، النقد للمسرح، التاليف للمسرح، ايضا ديكور المسرح، الاداره المسرحيه او اداره المؤسسات الثقافيه، هذه كلها يعني تقريبا من اهداف
هذا البرنامج الأكاديمي بدعم من وزارة الثقافة، أيضا بدعم مقطع النظير من كلية المجتمع. الفنان سعد برشيد قدمت كثير من المسرحيات خلال مواسم الأعياد، لكن أكيد في مسرحية أو في موقف دائما يحضرك ودائما تتذكره في إحدى هذه المسرحيات في خلال فترة العيد، نبي نسمع منها شيء. مواقف كثيرة صراحة، يعني ما راح يعني أبالغ لو قلت في عروض مسرحية. انت عارف طبعا فتره الاعياد ساعات تمر في يعني نقول في الموسم المدرسي، صحيح، يعني يكون بس اجازه العيد اللي هي 4 أيام 5 أيام ولا اسبوع بالكثير، بعدين خلاص نوقف العرض على اساس انه يعني تبدا الدراسه، سواء كان في مرحله اللي طبعا مر علينا رمضان في الشتاء، مر علينا رمضان في الصيف. لكن اللي احب اقوله انا ساعات تكون عندنا عروض مسرحيه في اليوم، عرضين 3 عروض و4 عروض، فأنت هني تلقى الممثلين في العرض الرابع مساكين بس يتكلمون هوا ما يقدرون يعني يشوف الواحد بيتكلم، ولكن التزام الفنانين بأن فعلا يبثون روح الفرح والابتسامة على هالأطفال والعائلات اللي يو يحضرون المسرحيات ويشوفون المسرحيات، كان عليهم واجب أن يتحملون هذا التعب هذا الإرهاق. الله يرحمه الفنان عبد جاسم، يمكن يذكرون الله يرحمه، يعني كل الفنانين في هذه النوعيات المسرحيات كان شلون يشجع الفنانين، هو حيتعب مسكين وهو حيتألم، ولكن يقول يا جماعة ترى الجمهور موجود، لازم نفرحهم، لازم نضحكهم، لازم نرسم الابتسامة على وجيههم. على هذا الأساس فعلا يكون في ضغط. طبعا أنا كمخرج موقف في الكواليس زين أراغب وأقول بس ما أقدر أقسي عليهم بس من التعب، ولكن الحمد لله يعني اتذكر فنان كثار، فنان سعد بخيت، الفنان فالح فايز، في ضيوف يجون ممثلات خارج الفرق الاستعراضيه تلقاهم ساعات بعد العرض، يعني بعد العرض الثاني والثالث ياخذون لهم نوبه نوم، ينامون 10 دقائق ربع ساعه عشان يستعيدوا قوتهم ونشاطهم مره ثانيه ويعرضون العرض الثالث. الله يعطيك الصحة والعافية، بصراحة نتمنى هذه الأيام ترجع مرة ثانية ويكون في حركة مسرحية أكبر، وإن شاء الله يكون في نتاج لك إن شاء الله، ممثل مرة ثانية أو مخرج أو منتج اللي ودك، لكن أهم شيء نشوف اسمك إن شاء الله قريب. أشكركم والله يعطيكم الصحة والعافية، ومرة ثانية أقول لكم عيدكم مبارك وعساكم العيد فايزين. أنا أتشرف دائما مع تلفزيون قطر لاني قضيت احلى سنوات عمري في هذا الجهاز اللي انتم ما شاء الله تحظون موجودين. الله يعطيكم الصحه والعافيه طبعا، وتوجه بالشكر طبعا لكل المسؤولين، بدايه الحرم في المؤسسه القطريه للاعلام سعاده الشيخ حمد بن ثامر، ايضا الشيخ رحمان بن حمد بن جاسم، ايضا وايضا في اداره التلفزيون الشيخ عبد العزيز والاخ مبارك العوامي، كل العاملين انا اقول لكم يعطيكم الصحه والعافيه، ما قصرتوا ان شاء الله، وانتم فعلا ذخرنا وانتم خبراتنا اللي تواصلون مسيره اللي كانوا قبلكم، وكل عام وانتم بخير. اكيد وانت كذلك من الاساسات اللي نستند عليها الفنان سعد برشيد، نورتنا واسعدتنا بمشاركتك معنا، وعيدك مبارك. يعني ايش رايكم الان ننتقل مكان ثاني نطلع؟ الموضوع عندي أدري أنه عندك حظر أي لا ما عليك، الأمور طيبة. طبعا مشاهدينا الكرام راح ننتقل وياكم أنا ونايف وعلي إلى إذاعة قطر وبرنامج العيد في الدوحة، نشوف إيش عندهم ولنعودة. شراط واجع كم الحدائق العامة وكرنيش الفور وكرنيش الخيرة طوال أيام العيد. طبعا للحديث أكثر عن هذا الموضوع راح يكون عندنا ضيف أحمد، من هو؟ أكيد راح يكون إن شاء الله معنا ضيف، لكن أكيد نرحب بانضمام مرة أخرى الأخوة في تلفزيون قطر في هذا الرابط المباشر معنا إن شاء الله، وأكيد ضيوفنا الكرام الموجودين وأيضا الزملاء الموجودين في الاستديو، أخونا فيصل إبراهيم، أخونا علي المرين، نايف المسلماني، وأيضا الزميلة نونو حسن، وكل الموجودين حقيقة من الزملاء والزميلات في استديوهات تلفزيون قطر، نقول الله يعطيهم الصحة والعافية. راح يكون ان شاء الله معنا ضيف نتكلم فيه اكيد على موضوع الحدائق، وايضا افتتاح ان شاء الله مجموعه من الحدائق، راح يكون معنا ان شاء الله اخونا عبد الله ابراهيم المهندي رئيس قسم الحدائق بلديه الخور والذخيره. مساء الخير اخوي عبد الله. مساء النور يا احمد، وكل عام وانت بخير، عيدك مبارك ان شاء الله. حياك الله، يا اهلا وسهلا فيك. كل عام وانت بخير في البدايه.
شو تقول في هذه المناسبة؟ والله في هذه المناسبة هني هنيكم حلول عيد الأضحى المبارك. نعم. أقول كل عام وأنتم بخير ولا ما لكم يبقى على السلام. جميل. طبعا بداية احنا حابين تعرف أكثر على أهم الحدائق والمنتزهات الموجودة في بلدية الخور والذخيرة، وإحنا ذكرنا مجموعة من الأسماء، ماذا عن استعدادكم ل يعني انطلاق مرة ثانية هذه الأماكن وافتتاحها للجمهور لساعات العمل اللي تعودنا عليها؟ مثل ما تفضل أخوي أحمد، قامت بلدية الخور والذخيرة مثل بداية الخدمات طبعا بتجهيز جميع الحدائق وتعقيمهم باستقبال الزوار في هالفترة، خصوصا فترة العيد بيكون تقريبا عدد الزوار بيكون اكثر من الايام اللي طافت، خصوصا اننا احنا وصلنا للمرحلة الثالثة من الفتح التدريجي. نعم. فالبلدية طبعا جاهزة وتم الجاهزية، كذلك من قبل توصيات من قبل إدارة الخدمات لافراد الامن اللي يكون على اساس يكون حريص في دخول الزائر للموقع. نعم. طيب اخوي عبد الله، شنو ابرز الحدائق والمنتزهات اللي تم افتتاحها على نطاق سواء بلديه الخور والذخيره وايضا حتى على باقي المنطقات؟ والله اخوي احمد، هنا عندنا اكثر من حدائق، بس لكن احنا ميزنا كم حديقه على اساس انها هي تكون افضل لاستقبال الزوار بالاعياد هذه. هي عندنا منتزه الخور تميز بكبر المساحه واماكن كثيره حق الرياضه والمشي، حديقه تواصل تراثيه وسط الخور هذه، كذلك حديقة الخيرة تخدم منطقة الخيرة، وتهدي حديقة كذلك في منطقة شعبان تخدم المناطق الشمالية بحكم أن المناطق هاي قبل الحدود الدارية بلدة الخور. كذلك عندنا كورنيش الخور، كورنيش الخيرة، كلهم جاهزين إن شاء الله لاستقبال أي ضيوف أو أي زوار للموقع. يعني الواحد تدرين وحشة وايد والله منتزه الخور، منتزه الخور جميل بصراحة، في مجموعة من الحيوانات يزعلون عليك هالوتر على الحين كل قطر إن شاء الله. طيب أستاذ عبد الله، لو بنتكلم تفضل، شو كنت بتقول؟ لكن في ملاحظة من ياسر إن إحنا فتحنا الحدائق الزوار، لكن في أشياء ممنوعة منها الزوار. ألا وهي؟ أكيد مشاهدي الكرام مستمرين معاكم فقراتنا وبرامجنا، وأيضا أخواننا في إذاعة قطر نرجع لهم إن شاء الله بعد شوي، لكن نطلع معاكم فاصل ونرجع نتواصل معاكم. لأن عودة لكم مشاهدينا واللي توا يشوفنا، نقول لك احنا برنامج من العايدين، ونقول لك عساك من عوادة وعيدك مبارك. واحنا بصراحة مبسوطين ان رجعت الصلاة، سواء صلاة الجمعة او حتى صلاة العيد اليوم، واحنا واكبنا صلاة العيد وسجلنا هذه اللحظات ونقلنا التهاني والمعايدات عبر هذا التقرير. نرفع بهذه المناسبة الكريمة الطيبة أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. نتمنى إن شاء الله أن الله سبحانه وتعالى يكشف الغمة عنا وعن العالم كله إن شاء الله. بمناسبة عيد الأضحى المبارك حبيت أرفع التهاني والتبريكات لسيدي صاحب السمو أمير البلاد المفدى وللشعب القطري الكريم، والحمد لله رب العالمين تدريجيا قاعد ترجع الحياة مرة ثانية في البلاد، والله يرفع البلاء عن البلاد إن شاء الله وترجع نفس قبل أحسن. نرفع التبريكات لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. بنبارك للأمة العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك،
بنقول لهم كل عام وانتم بخير، واسال الله العظيم ان يعيد هذا العيد مرات عديده على هذا البلد وعلى سيدي سمو الامير بالخير واليمن والبركات، ونسال الله ان يديم الامن والامان وان يرفع الوباء عنا في هذا البلد. أهنئ الشعب القطري والأمة الإسلامية والعربية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعم على هذه البلاد بالخير والأمن والأمان وأن يرفع عنا هذا الوباء. بمناسبة العيد الأضحى المبارك نرفع بأسمى الآيات والتهاني والتبريكات لصاحب السمو الأمير البلاد المفدى سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والأسرة الحاكمة، وكل عام والشعب القطري بألف خير والمقيمين على هالدولة الحبيبة بألف خير. إن شاء الله تكون هذا العيد عيد فرحة وعيد إن شاء الله يعني خلاص من هذا الجائحة اللي أصابت البشرية كلها جمعاء. سرني أن أرفع أسماء آيات التبريكات والتهاني لقيادتنا الرشيدة وإلى سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، داعين الله عز وجل أن يحفظ أمنها وأمانها وأن يكف عنها شر البلاء ويحفظ أبنائها من كل سوء وأن يديم عليهم الصحة والعافية إن شاء الله. بمناسبة عيد الأضحى المبارك حاب أني أرفع إلى مقام سمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة هذا العيد المبارك، وإلى حضرة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى الأسرة الحاكمة، وإلى شعب دولة قطر، وإلى كل من يقيم على أرض هذه الدولة الطيبة. وحاب أني أدعي بمناسبة عيد الأضحى أن رب العالمين يرفع عنا هذا الوباء، وباء كورونا، عن هذا البلد المبارك الطيب. إن شاء الله عيد مبارك على الجميع، وكل عام وأنتم بخير، وعيدوا علينا وعلى المسلمين أجمعين، ويكون البلد في أمان وسلام. نحب نعيد ونهني سمو الأمير، سمو الأمير الوالد، كل من يعيش على أرض قطر إن شاء الله يعيد علينا عليكم بألف خير، وندعي إن شاء الله في هذه المناسبة أن ربي يرفع عنا الوباء. نهني سيدنا الشيخ تميم والشعب القطري الكريم والمقيمين جميعا، كل عام هم بخير جميعا إن شاء الله. نهني سمو الأمير الشيخ تميم والأمير الوالد وطبعا الأهل والجماعة كلهم، والحمد لله فتحت المساجد، رجعنا تدريجيا نصلي في المسجد، وهذه نعمة من الله. طبعا مشاهدينا الكرام رجعنا لكم من بعد هذا التقرير، وشفنا فرحة المواطنين والمقيمين بصلاة العيد. طبعا شيء جميل ان احنا مثل ما نقول عيد الأضحى فرق عن عيد الفطر، ان الناس قامت ان مثل ما نقول مع بدايه المرحله الثالثه، وان الناس صار بامكانهم زياره المسجد لاقامه صلاه العيد وايضا صلاه الجمعه. انا ودي اقول شيء بس ادري نايف ما راح يصدقني لانه هو دائما اللي يعرف الموضوع. يعني انا كنت موجود في مصلى العيد قبل صلاه الفجر. ما شاء الله انتظر الصلاه. يعني هو لحظه خلي عليه يعني الساعه كم؟ تقريبا 3:45 دقيقة. بالغت، شوف هني هذه الطيحة. يعني مشاهدينا الكل فرح والكل يعتبر ان هذه الصلاة ممكن هي تكون علامة فارقة، وان شاء الله ان هي تقدم في مواجهة فيروس كورونا، والحمد لله احنا بذلنا الكثير وان شاء الله بقى القليل في مواجهة الفيروس. اكيد، ونكمل معاكم مع مشاهدينا الكرام فقرات برنامج من العايدين. طبعا مشاهدينا الكرام ضيفنا يعرفها الجيل القديم بشخصية سعدون، وهي الشخصية اللي الأشهر من الشخصيات الكثيرة التي قدمها في تاريخه الفني، حيث قدم مجموعة من الأعمال التلفزيونية والإذاعية والمسرحية وحتى التجارب السينمائية. أكيد يعني. ولا إيش رأيك؟ أكيد الشخصية هذه قديمة ومحبوبة، يعني كنا صغار كنا نتمنى بس متى الوقت يمشي على أساس نتابع البرنامج هذا. حق جيلك طبعاً.
والله وجي لك انت بعد. لا انا ما لحقت. ما لحقت عليهم ها؟ لا يعني انا اعترف اني شفت اللي عاده انا. شاهدينا يعني ضيفنا اخرج مجموعه من المسرحيات اللي خاطبت الاطفال، دائما يركز انه يكون تربوي وصادق ومحب للاطفال، فاكيد انه حبوه في المقابل. فهذه المعايده نقدمها مع الفنان فالح فايز. حياك الله معانا وسعيدين بتواجدك معانا، ونقول لك عيدك مبارك. كل عام وانت بخير يا نايف. انا بعد انا ترى صدقت الظاهر علي تكون انت بعد بتكون معاهم ضدي ما يصير. بس يمكن يعني يمكن في الحلم شفت يمكن. كل عام وانت بخير وبصحه وسلامه ان شاء الله. طبعا مبدئيا انا في البدايه اهني صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني وسمو الامير الوالد الشيخ حمد بن خليفه وسمو الشيخ عبد الله بن حمد نائب الامير والشعب القطري كلهم من مقيم ومواطن وكل محب لهذه الارض يعني. نعم. فنان فالح فايز، يعني كان معانا ضيف قبل شوي الفنان سعد برشيد وسألناه عن شعوره في العيد هذا، خاصة أنه يختلف عن عيد رمضان، وكان عيد الأضحى وعيد رمضان السنة هذه يختلف عن السنوات اللي طافت. لكن خلنا نتكلم معاك اليوم عن شعورك بعد الانفراجة هذه وبعد ما رجعت شبه الحياة تدريجيا في ممارستها. الحمد لله. أنا طبعا شارد، أنا عندي دوشة في البيت تحت، العيال ما شاء الله جايين ويعني مثل فرحة زيادة صايرة. العادة احنا العيد اللي طاف شوية كنا مثل مبتعدين زيادة، ما نبي نشوف بعض، اللي هاي كل واحد لمصلحتنا يعني، طبعا مصلحة يعني صحتنا احنا وصحة عيالنا. العيد ما شاء الله يعني أنا الحين أقول لك شارد عنهم فوق شوية زين، لكن تحت دوش ما شاء الله اليهال اللي هالمتجمعين إن فرحتهم بهالعيد وايد. وسبحان الله العيد هذا إنه عيد الأضحى يعني مثل ما تقول الحج وغير الحج، والناس وايد فرحانة، والانفراج مثل ما قلت إن إحنا بدينا شوي شوي دشينا المرحلة الثالثة، شوي الأمور هدت، الأعداد قلت في الجائحة هذه، الأعداد وايد قلت يعني، وهذا لله والشكر يعني الحمد لله على جهود اللي موجودين في الصفوف الأمامية من أطباء من يعني حتى الإعلاميين، يعني كل قام بدوره يعني في هذه الجائحة، يعني كل حاول قد ما يقدر يعطي هذا البلد وأنه يكون صادق في عطائه. أكيد. الفنان فالح فايز، في البداية أقول لك كل عام وأنت بخير وعساك من عايد العيد يا رب. خير يا فيصل. يا مرحبا ومسهلا فيك. طبعا سعداء بتواجدك معنا في برنامج من العايدين، ومن خلال تواجدك معنا اليوم في البرنامج أنا حاب بس أسألك كم من سؤال بما يخص العيد، فرحة العيد. طبعا عيد قبل فرق عن عيدنا هذه الأيام أو عيدنا أيضا هذه السنين. فمثلا بنقول الفنان فالح فايز، شنو الأشياء اللي ممكن تأخذها من العيد اللي من الأعياد اللي فاتت على أيام قبل، وشنو الأشياء اللي راح تأخذها من أعيادنا هذه في هالفترة؟ طبعا شوف الأعياد السابقة يعني لو إحنا حتى بدايات مثلا نقول إحنا مثلا في السبعينات في السوالف كانت الأعياد غير، وايد فرحة اليهال أكثر لأن حركتهم في الفرجان، السيايير ما كانت ذيك السيايير موجودة اللي إحنا الواحد يخاف إنه يهد ولده في الشارع يندعم لا سمح الله ولا شيء. كانت قبل البيوت مبطلة تدش من بيت لبيت، تتغدى في هالبيت، ترقد حتى في هالبيت، يعني وأنت ماشي ما عندك إشكالية، كانت الأمور طيبة وايد. عقب السنوات اللي عقبها بدأت شوي شوي العالم شوي رقي، شوي شوي بدأت العالم الزيارات، يعني الأهل يمدون عيالهم يروحون يعيدون في مكان في بيت. بعد فترة صار الدريب اللي هو اللي يوديهم زين بدأت الأمور وايد تغير إلى مرحلة الآن. صار شوية الأعياد مثلا ممكن في الأعياد كانت في مناسبات كثيرة اللي هي الأعمال المسرحية. أنا أتكلم أدري يدورون عيدية يدوروني الله يحفظهم يا رب. الله يحفظهم الأحوال يدوروني جدوارة مين كبير رعت.
مثلا مثل مثل ما اقول غير ان في مثلا مجمعات، في كانت المجمعات بطلت تعمل حفلات، يعني كثير من مثل شنو الاشياء الترفيهيه انفتحت حق الجيل اللي كان موجود. يعني الجيل هذا لو احنا حسبناه من ال2000 مثلا، نقول من ال2000 في كثير انفتحت يعني مثل اشياء ترفيهيه، من المسارح، من الالعاب، من المجمعات، يعني وهذا اعطى ان الجيل بدا يتغير شويه عكس الجيل اللي قبله شويه. طيب فالح، ترى جيل 2000 الحين كبروا، وحين يمكن عمرهم 20 سنه وبيزعلون منك ترى تقول في الالعاب وهذا. لا لا لا، بس هو يوم في هذا الجيل الفتره هذه اللي احنا نقول هي ال2000 يعني زين وما فوق ال2000، ان فيها كثير من الالعاب، هي دشت كثير من الالعاب، يعني حتى مثلا الالعاب الالكترونيه شغلات كثيره صارت، يعني وايد اشياء انفتحت، يعني هي عطتهم شلون يعني مثل خيال واسع اكثر صار، غير عن الخيال اللي كان قبل السابقين اللي هو يتخيل اشياء ممكن تكون موجوده. سبحان الله الزمن، احنا من كان يقول ان في مثلا بتتكلم بالتليفونات وتمشي في الشوارع بيدنا زين، في كثير من الامور ان تليفون في السياره، يعني في اشياء بدت تستوي وانت ماشي. وتصور يعني احنا لما نقول بعد مثلا عقب 10 سنين زين، شوف الامور كثير منها بتتغير، يمكن السياره تناديها تعالي لي فيك عند البيت توقف تنطرك، يعني ما تدري ايش يصير يعني. صحيح. الفنان فالح، انت يعني ذكرت العديد من النقاط، ومنها اللي هو عن موضوع سالفه الزيارات وغيرها من هذه الامور. مثل ما ذكرت قبل كانت البيوت فريج واحد، عيال العم، الاخوان، الخوات، كلهم في فريج واحد. والحين طبعا مع مثل ما نقول التوسع اللي صار في الدوحه وخارج الدوحه، فطبعا اغلبيه الناس طلعوا من الزحمه، شردوا من الزحمه، راحوا في المناطق الشماليه والمناطق الجنوبيه. بس الجميل بعد الفنان فالح انه لحد الان ما زالت الناس مستمرة في زياراتهم، متعلقة في عاداتها وتقاليدها هذه. احنا الحمد لله يعني في قطر الحمد لله ان الى الان احنا محتفظين في عاداتنا وتقاليدنا. اللهم وصلت الحمد. الارحام ان احنا الى الان يعني انت ممكن في شخص انت ما شفته تحاول تروح تشوفه، تبي تشوفه تقعد معاه، لان التواصل هاي ضروري ترى. متى ما انقطع التواصل انقطعت يعني حتى إنسانيتك أنت كشخص يعني. صحيح. بالنسبة للتواصل الفنان فالح، أنت ذكرت عن موضوع التواصل وذكرت أيضا عن موضوع المسرح، فنتكلم عن صلتك أو علاقتك مع خشبة المسرح وبالتحديد الفئة الأطفال. يعني أنا أشوف الحمد لله وأعود بكلمة أنا أن في من فترة يعني من أيام حتى كنا احنا في بداياتنا يعني في المسرح، كنا احنا البدايات يعني كل عادية يعني كنا نقدم مسرح من خلالنا. بعدين صارت عندنا روح ان احنا نقول يا جماعة الخير، ليش احنا ما نأسس جيل يعني للمسرح الكبار؟ يعني انت الجيل تاخذه من هو صغير ويتعود عليك انه يحضر لك المسرحيات ويحضر ويفهم وتعطي مفاهيم. يعني مثلا بقول لك شغله، مثلا اقول لكم شغله، احنا الحمد لله في قطر هني يعني المسرحيين والجمهور يجيك ما تلاحظ ان في عمليه النفي، مثلا عمليه الاسفاف الكثير مثل ما نشاهدها في دول اخرى زين، محافظين على المسرح ومحافظين لتوصيل المعنى والمضمون لهذا الطفل اللي هو يبدا يكبر 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 معانا. يعني احنا حنت توكم تتكلمون عن جيل مثلا سعدون هذا في 88 87 الان يعني 33 سنة تقريبا يعني قول 34 سنة الى الان هذا الجيل محتفظ بهذه الشخصيات. صحيح. محتفظ بمسرحيات كان شافها قبل
وبده انه يراوي عياله يعني حتى يقول له تعال تعال شوف هذا يعني انه في شغلات انه ترسخ في الذاكره وتتم معاك. احنا كان هذا هدفنا، هدفنا ان احنا نبني جيل يعني للمسرح، انه من طفولته زين يحب المسرح لما يكبر يعني هذا الجيل. احنا نقول الحين مثلا اللي قلنا احنا مرور 34 سنه، خل عمره 10 سنين كم صار عمره 44 سنه وهو يحضر المسرح. صحيح صحيح، يعني حضر مسرح للكبار بعد مش يمكن الأطفال. يمكن في كلامك الان عن المسرح للاطفال وايضا قدمت للكبار وأيضاً قدمت في المسلسلات، يعني أنا أشوف أن كل الفئات الثلاثة نجاح جميل جداً، لكن أكلمك اليوم كفنان فالح فايز، أي مرحلة من المراحل الثلاثة أنت حبيتها أكثر وتميل لها أكثر؟ هو طبعاً الطفل. شنو السبب؟ الطفل لأن الحمد لله كلنا عندنا أطفال وكلنا نبي نربي جيل يكون واعي، جيل واعي يخدم الوطن هذا، لأن أنت لما تربي على مبادئ، تربي على قيم، تربي على يعني مثلا حتى في سلفة يعني لما أنت تعمل مثلا يعني مثلا نقول شنو مثل أشياء خيالية زين، أنت هني تعطي دراك في مخيلته أنه شلون ممكن هو يعطيك الحلول بعد فترة تحصل من هذيل الشباب أنه واحد فاهم كاتب، يكون مو شرط انه يكون ممثل، ممكن يكون كاتب، ممكن يكون متذوق للفن يعني. وانت يفضل ان في ناس كثير متذوقين للفن، انت وانا اتوقع ثلاثاتكم ما شاء الله عليكم انتم متذوقين للفن يعني بكل 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 يعني سواء مسرح والسينما والتشكيلي والغنائي يعني متذوقين، قراءه، مؤلفين متذوقين. لا انت تبي تبحث عن هذه الاجيال اللي هي تستمر ويستمر الـ يعني عندك مثلا شنو يستمر المسرح مثلا لو قلنا احنا كمسرح انه يستمر، لكن لو انت قطعت عن الطفل ما عطيته شيء يعني ما عطيته شغله ما عطيته شيء، الطفل حيلجأ لانه يشوف اشياء كثيره اكبر من مستواه يعني، وممكن هذا يضره يصير له عكسيه. صحيح، تصير العمليه عكسيه له. نعم زين، بحديثنا عن الطفل يعني لو نتحدث عن سعدون، يعني هذا العمل كان مو بس يخاطب الطفل كذلك العائلة، أكيد العائلة وقتها كانت فخورة ومبسوطة أن تشوف عمل يعلم أبنائها في كل حلقة على عادة وأشياء زينة وأشياء مو بزينة ابتعد عنها. هل لين اليوم في ناس تسألك عن الشخصية، والله هذا العمل أفادنا، شلون قلدت الصوت، شلون سويت الصوت هذا؟ أنا حتى شفت لك مقابلة لما كنت تقول إنك تحاول توصل لطبقة الصوت هذه. إيه لأن هذه في البدايات طبعًا، لأن إحنا كان بمثل واحد من الشباب من الطلبة اللي كنت أنا أدرسهم زين، وسبحان الله أن يوم عبد المجيد الرشيدي قال لي والله صعبة على الولد لأن أنت مخرج العمل، مخرج العمل ان انت في الحلقه ممكن يكون ان يعني المشاهد مثلا تكون مثلا لو احنا اعتبرنا ان 13 مشهد زين، الولد بيكون 12 10 مشاهد موجود فيها، وصعب انه يحفظ يعني. شو الحل؟ قال لي خلنا نشوف لنا طريقه عروسه اي حاجه، وكلم طبعا ايامها هاي عندنا واحد كان اسمه ابراهيم شكوكو اللي يشتري عمه اللي هو محمود شكوكو، وجاب العروسه وجينا احنا بدينا نشتغل انا والمخرج عبد العزيز الله يرحمه عبد العزيز جاسم، ورحنا الفندق وبدينا يعني مثل ما تقول انت تتاقلم مع الشخصيه شلون تطالعها شلون تتكلم شلون هاي، لين اخترنا الصوت طبعا. وفي البدايه اول يوم صار شويه انه نسيرة الصوت شلون يتكلم هذا، بس مع المرور مع التسجيل والتسجيل بدأت الشخصية تثبت 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 يعني إلى الآن. يعني أنا الحين ما شاء الله يعني كم أقول لك 34 سنة ممكن أقعد أقول لك يعني عادي صارت تلقائية يعني صارت الشغلة تلقائية يعني عارف. نعم يعني في إن شاء الله عمل يعني مع قناة يعني، بس الشغل ما نبي نقول يعني قناة بعد يزعلون علي زين. لا إن في طيب
أنا بس سؤالي لك، إذا جاتك الفرصة أنك تعيد نفس الشخصية حتى لو اختلف الحوار والسيناريو فيها، بتعيدها ثاني مرة أو بتخلق لك جيل يعيدها ثاني مرة؟ إحنا عادي، إحنا في 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 فترة من الفترات زين بعد السعدون هذا، يعني تقول بسنة سنتين ثلاث إن بدأت العالم شيء، قلنا بنسوي واحد ثاني. جاتنا نصوص كانت نصوص تعبانة ما تقدر تشتغلها، تبي شيء أنت مستوى سعدونية أعلى من سعدون، ما يصير تنزل تحت يعني. الرفض تم العمل هاي مرفوض، تمينا فترة. الحين جاية فكرة جديدة طبعاً، وأنا تشجعت على الفكرة هذه، إن إعادة سعدون من جد وجديد بس شنو على 3D. أكيد ان شاء الله، اتمنى لكم نتمنى لك كل التوفيق الفنان فالح فايز، والسعداء ايضا بتواجدك معنا اليوم في برنامج من العايدين، وان شاء الله باذن الله اكيد لنا لقاء قريب ان شاء الله باذن الله بعد ما تزول هذه الغمه يا رب العالمين. امين يا رب العالمين. اشكركم القائمين على هذا البرنامج، وكل عام يا مرحبا ومسهلا. طبعا مشاهدينا الكرام، مستمرين معكم في برنامج من العايدين، تغطياتنا ونقلاتنا الى اذاعه صوت الخليج وايضا اذاعه قطر، لكن بعد هذا الفاصل.
اللوايح والنظامة من هو زمنها ما يضامة حسب اللوايح والنظامة حسب اللوايح والنظامة من هو زمنها ما يضامة حسب اللوايح والنظامة مرحبا فيكم من جديد مشاهدين الكرام، حياكم الله، عساكم من عوادة العيد السعيد بإذن الله. طبعا طلعنا معكم فاصل ورجعنا لكم نكمل فقراتنا في هذا البرنامج، برنامج من العايدين والفايزين. طبعا يمكن احنا شهدنا الأيام اللي طافت انطلاق قناة قطر 2، أحيت شغلات جميلة جدا من الذكريات والماضي، شغلات أيضا وثائقية يمكن رجع لنا التاريخ، وفعلا صاروا كثير من الجيل الحالي قاعد يسألون هذه هي البرامج القديمة اللي كانت موجودة. يعني فيصل، شنو شدك أكثر شيء في هذه القناة؟ والله بشوف، قبل ما أقول لك شنو اللي شدني في قناة قطر الثانية، قناة قطر الثانية شملت مثل ما نقول الأرشيف القديم لتلفزيون قطر من برامج، من مسلسلات، من فقرات غنائية، من مناسبات، تغطيات، احتفالات، وأيضا برامج ثقافية وتوعوية وأيضا أطفالية تشد، اللي هي مثل ما نقول تستقطب فئة الأطفال. فكل الشكر للقائمين على هذه القناة، ومن أجل مثل ما نقول توفير هذا الأرشيف للجيل الحالي. طبعا مثل ما ذكرت علي وأيضا نايف، أن البرامج في قناة قطر الثانية متنوعة وتستهدف جميع الفئات. يعني أتوقع في المستقبل ويمكن بعد برنامجنا هذا يكون ضمن قناة قطر الثانية. الجميل أنه بعد في مواكبة، لأن اليوم إذا أنا مو بغلطان كان في عيدية بابا لينق الله يرحمه. الله يرحمه. ويعني كان في شلون الأطفال كانوا يبون يتشاركون معاه. تدري أنا يوم من الأيام رحت ركبت أبي أشارك، بس والله ما حالفني الحظ، قصير ما بينت بينهم. أنا طردوني طردوني، قال ما يصير، قالوا أنت كبير. يعني برامج عديدة لها بصمتها خلال العيد، ويعني مسلسلات، مسرحيات تعرض على تلفزيون قطر 2، واللي ما نزل القناة ينزلها. وشوفوا معنا هذه المادة عن قناة قطر 2. هلا هلا بابا لنكا، تتخدمون ها؟ لا 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 ما نسوي يعني تجربة يعني. يلا يلا أطول الغار الحديد السيد والعسل الطيب حتى المطايب وعياله.
طبعا مشاهدينا الكرام مثل ما تابعنا وياكم هذه المادة الإعلامية عن قطر قناة قطر الثانية، شفنا العديد من البرامج والمسلسلات وأيضا المسرحيات اللي كان مثل ما نقول ضربتها في ذاك الوقت، وأيضا شيء جميل أن الواحد يرجع يذكر عياله عن الرسالة اللي تحتويها مثل هذه البرامج، أو أن مثلا المعنى من إقامة مثل هذه البرامج وأيضا المسرحيات والمسلسلات، فيعطيهم العافية جميع. وأيضا ذكرت نايف بالنسبة للناس اللي ما حملوا القناة على الرسيفر مالهم، بإمكانكم أن أنتم تتابعون أيضا من خلال البث الحي من خلال الموقع الإلكتروني www.qtv.qa، تقدرون تشوفون القناة الأولى وأيضا القناة الثانية، بالإضافة أيضا إلى القنوات التعليمية. طبعا مشاهدينا الكرام نستكمل معاكم فقرات برنامج من العايدين، وفقرتنا هذه راح تتكلم عن التميز، تميز بأداء أدواره الصعبة والتي تحتاج إلى مهارات في التمثيل تستهويه الأدوار التي تبحث عن ممثل لا مؤدي، كما عمل في إدارة الإنتاج لعدد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية، حيث هذه الإدارة تحتاج إلى مهارات خاصة وشاقة رغم أدوارها القليلة في الآونة الأخيرة، إلى أن أدوارها التي اختارها بتميز هي سبيل شهرته. نقدم لكم هذه المعايدة مع الفنان محمد أنور. في البداية سعداء بتواجدك معنا في برنامج من العايدين، وكل عام وانت بخير. وانت بخير وصحة وسلامة. طبعا في البداية رحب فيك أخوي فيصل، ورحب أخوي نايف وأخوي علي، وأقول لكم كل عام وأنتم بخير وعيد أضحى مبارك عليكم. علينا وعليك. طبعا هالمناسبة السعيدة إن شاء الله طبعا حاب أهني حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد مناسبة عيد الأضحى، والشعب القطري وجميع أمة الإسلامية والعربية أن يكونون دوم بخير. وطبعا ما أنسى أني أذكر طبعا الصفوف الأولى، يعطيهم ألف عافية على المجهود خلال الفترة اللي راحت، على الجهود الجبارة في مكافحة وباء الكورونا. نعم، الفنان الجميل محمد أنور، يعني يمكن أنا التقيت فيك أكثر من مرة، فيشدني دائما لما أني ألتقيك توصلنا ابتسامة تلقائية على طول أول ما نشوفك، يمكن أنا وكثير من الجمهور أو اللي يتواجهون معاك بالصدفة في أي مكان عام. سر الابتسام، سر الابتسامة هذه وراها شيء ليه؟ من تشوفني تضحك على طول بس. والله هذا يعني شيء يعني صحيح اللي قاعد يصير، أنا أول ما أشوفك أبتسم على طول. هل يعني تصادف كثير من الناس يبتسمون؟ هل إحنا نتذكر شخصية معينة؟ هل روح الفكاهة الموجودة عندك في الأدوار اللي تقدمها هي اللي خلينا نبتسم أول ما نشوفك؟ والله بالضبط مثل ما أنت تفضلت أخوي علي، إن دائما إن المشاهد بيكون يعني متعلق في آخر عمل فني قدمته، فيتذكر العمل الفني سواء كان يعني شخصية كانت ظريفة أو حلوة أديتها بشكل حلو، فيتذكر جملة معينة ف. يكون مبتسم ويقول الجملة يعني، فعلى هالأساس يعني دائما يمكن هاي السبب يعني. أخي محمد، يعني كنا نسولف من شوي على موضوع قناة قطر الثانية، وأعتقد من البرامج الراسخة في تاريخ تلفزيون قطر وهو برنامج خزز اللي تشاركت فيه كذلك مع أخوك ناصر محمد. يعني أنت أبدعت فيه، وأنا بصراحة كنت من المتابعين له عشان أبين لكم أني صغير، لكن لين الحين الناس تسألك عن الشخصية لحد الآن عايشة معاهم تحس وأن مرتبطة باسمك؟ طبعا الشخصية هي كانت أنا أعتقد مرت على ثلاث مراحل، قدمها أخوي الفنان ناصر، وطبعا قدمها أيضا ناصر الكواري أيضا زميل مذيع، وفي طبعا اللي قدمتها أنا في المرحلة الثالثة قدمتها أنا أيضا في أحد الدورات، دورات برامج التلفزيون. طبعا بهالمناسبة طبعا أهنيكم على القناة الثانية
المؤسسة القطرية قامت بمجهود جبار وبافتتاح القناة الثانية اللي فيها يعني البرامج اللي يعني أكيد جيل كبير في فترة الـ2000 طبعا لغاية 2020 أكيد اللي من 2000 صار عمره حين 20 سنة في مجموعة كبيرة من الجمهور ما تابع الأعمال القديمة وهذه فرصة أن يتابعون الجيل القديم والجيل الجديد إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله. الفنان محمد طبعا نايف أسحبك شوي للذكريات على أيام خزز أيام خزز والله بالضبط، لكن أنا بسحبك شوي بعد يعني نرجع بالذاكرة شوي قبل لما احنا نمر في مناسبه مثل هذه فرحه العيد عيد الاضحى سواء او عيد الفطر شنو الاشياء اللي مثلا دائما تطري على بالك في هذه الايام بالتحديد من ايام طفولتك؟ من ايام طفولتي طبعا ما ننسى المعايدات اللي كانت اللي في الفرجان اللي كنا احنا نمشي من بيت لبيت هذه طبعا ما ننساها وطبعا المرحله الثانيه اللي هي كنا احنا يعني نقضي معظم الوقت في المسرح طبعا لان في كل عيد تكون عندنا مسرحيات مو مسرحيه واحده حتى يمكن ثلاث اربع مسرحيات تكون سواء مسرحيات تقدم حق جماهيريه للكبار او مسرحيات للاطفال اللي طول الفترات اللي راحت يعني كنا نقدمها ترجع يعني الذاكره كل ما يمر عيد نتذكر الاعمال اللي كنا نقدمها طبعا خلال هالفتره وايضا كان يعني في العيد الحالي كان ايضا في عمل بس بسبب المرض اللي هو الفيروس كورونا والبوا اللي انتشر نعم فتم تاجيل العمل ان شاء الله يعني لفتره ثانيه ان شاء الله وبنحاول نقدم عمل كان ايضا مسرحيه للاطفال فكل هذه المناسبات اللي كانت في المسرح والذكريات يعني اكيد يعني ما في فنان أعتقد في قطر ما كان يعيد في المسرح كان العيد مع الجمهور محمد أنت فعليا أشرت من سؤالي تقريبا أنا يعني كان في نقطة معينة بس حاب أني أوصلها على موضوع على موضوع الذكريات قبل وشون كانت المناسبة العيد بشكل عام تمر عليكم لكن كم أعلى شيء حصلت فيه يعني العيدية كانت أعلى عيدية طبعا الكل في مناسبة العيد الشباب والبنات كلهم يعني يتجمعون قول بيني وبينك يعني هاي لا حد يسمعها 110 ريال يعني 110 هذه كانت عاد على ايامها بعد كانت تسوى بعد لا وكانوا يقعدون يعني ويسوون رهان وياخذ عديث اللي معاه ينعاش البيت بالضبط في ذيك الفترة في ذيك الفترة يعني من النادر ان انت تحصل بيت يعني يعطيك خمس اكيد يعني اللي في جيلي مره بهالمرحله اكيد طبعا نايف موجود الحين نايف كله ب 50 100 اصغر منه لا لحقت على الخمس الحمراء ترى لحقت عليها لحقت عليها ايه اللي عليها خرفان يعني الموضوع العديات اكيد انه شيء يدخل السرور علينا يوم احنا كنا صغار لكن لحد الان يدخل صحيح الاطفال صحيح لكن فرحتهم ترى تختلف عن فرحتنا لان احنا كنا ناخذها بتعب وجهد شوي لكن احنا ما كنا نتعب فتجيكم والله جاهزه في اظرف ومرتبين اموركم لكن محمد اليوم انا اكلمك اليوم شعورك وانت كاب اليوم مسؤول عن اسره نظرتك للعيال والاطفال واللي حواليك هل فعلا انك ترجع للماضي وتذكر نفسك لما كنت طفل وبالتالي تعامل معامله نفس اللي كانت ولا غير؟ بصراحه اكيد تكون المعامله مختلفه لان الجيل او الفتره اللي انا مريت فيها اكيد مختلفه تماما، احنا في فتره اكيد كل شيء فيها متطور، في يعني تطور رهيب من وسائل الاعلام، من الاجهزه الالكترونيه، الالعاب، كل شيء تغير. يعني في السابق هذه ما كانت موجودة يعني محدودة جدا يعني يدوب تحصل مدينة ألعاب الحين في كل مجمع في كل وحتى في على يعني عن طريق الألعاب الإلكترونية موجودة في الشاشات الأجهزة يعني
الأجهزة الذكية المحمولة مثل التليفونات الحالي هذه كلها موجودة يعني. فأكيد أكيد فكرهم يختلف وطبعهم يعني يمكن الحين لو يفكر إنه بعيد في هالحر يغير رأي يعني يقول أنا ألعب في لعبتي. لا العيدية تستاهل والله إن الواحد يطلع للحر. خوي محمد سؤال بس بسيط يعني دائما الممثل يكون ملتزم بناس ويحاول إنه يوصل الشخصية لكن أنت دائما تحب ما أدري أنا أعتقد إنك تحب تغير دائما تكون لك لزمة معينة طريقة كلام معينة أسلوب معين يعني بصمته الخاصة في لا لازم هو لا طريقة ثانية فشن هي أكثر لزمة وقفت مع الجمهور أكثر لزمة أعتقد في مسلسل خف علينا عملت كاركتر وجملة كانت كنت أقولها فأعتقد هذه أكثر جملة علقت يعني مع الجمهور كانت كنت أتكلم يعني الشخصية كان فيها يعني أتكلم من خشمة خن والخنة هذه كنت أقول فيها هكذا فالجمهور كان يعني أي شغلة ويقول لها مثلا سو كذا أقول لها هكذا فكان الجمهور مبسوط منها فمن يشوني في الشارع هكذا صح حتى انتشرت على مستوى المجالس والجلسة بين الشباب تهجى تهجى انتشرت بشكل كبير اي نعم صحيح يعني هذه من الشخصيات اللي ابدا ما راح انساها مع ان في شخصيات اديتها صحيح واللي كان يعني في امكانيه على اساس ان الواحد يضيف يعني بصمته كممثل وكذا بالعكس هذا يتم بالتفاهم المؤلف أكيد. يعني مش يعني بس ارتجال وخلاص يعني إذا كانت الشخصية تسمح يعني أكيد يعطيك العافية الفنان محمد أنور وشكرين تواجدك معنا اليوم في برنامج من العايدين يعطيك ألف عافية طبعا مشاهدين الكرام رح ناخذكم مع زملائي في أغنية من أجواء العيد ولن عودة الخصال البلد ما فيه حيلة ولا للخصم حيل اكتمل صرحة تطور ولله الكمال وانجز المشوار ما عاد من لم يلميل من هرج يهرج ولا نستمع له ويش قال له ثلاث سنين ما له منه رجع حصيل له ثلاث سنين ما له منه رجع حصيل يا تميم العز يا تميم العز يا تميم العز والخير يا وفي الخصال الجبال وعود العايل يدور من العالم كفيل اتكلنا بالله ثم عليك الاتكال وابشر ابن لا تبرع عميل من عميل يا الأمير الشعب كله معك في كل حال بيض الله وجهك ويا عسى عمرك طويل بيض الله وجهك ويا عسى عمرك طويل يا تميم العز يا تميم العز يا تميم العز والخير يا وفي الخصال لن عودة لكم مشاهدينا وإن شاء الله تستمر أعيادكم ومعروف العيد بالفلوس بالعيدية وانت كبرنا يا علي ما اسمع عفوا يقطع عطاك وضعية متهقة ايه عطاني وضعية متهقة ف
نطلع معاكم فاصل مشاهدينا ونستكمل إن شاء الله بقية فقرات برنامجنا. مرحبا فيكم من جديد مشاهدينا، ورجعنا لكم نستكمل حواراتنا وفقراتنا في برنامج من العايدين العيد الأضحى. معروف أنه يعني عيد يسمونه عيد اللحم، فأكيد كل واحد لكم تجربة اليوم، خاصة يعني معظم الناس اليوم يذبحون ضحاياهم، وأكيد أن الضحايا هذه بيصير فيها لحم وترتيب وشوي. اليوم تجربتك مع اللحم وش يعني؟ أكلت بس ما لا ذبحت ولا رتبت أي شيء، يعني شكلي يوحي اني راح اذبح. هذه مشكلة، يعني مشكلة. انا شوف انا صادق، انا ما اقول قدام الناس انا والله اليوم ضحيت وعملت وانا انت ما صورت الدم ملطخ والامور هذه ولا لا اسوي لك فندام. فيصل طيب، انا تابعتك اليوم على السناب اشوف صحن كباب. اي كباب وقطع شقف وترتيب. هذا غدا العيد يعني؟ هذا طبعا الصبح العيد، هذا لازم صبح العيد. عليه هذا ريوقة صبح العيد. إيه ريوقة ترى صبح العيد الساعة 9 الساعة 8. والذبح وين راح؟ خلاص الباقي كله كامل تخليه للغداء، الناس يخلونه بعضهم العشاء عادي، ما في أي مشاكل طبعا. لكن الكلام يعني هذه الأجواء الحلوة يعني ما أكيد ما استمتعت فيها مشكلة يا فيصل. والله أنا أعرف يعني بالنسبة الكباب معروف جوا مش كباب بس، لا مش كباب بس، هو أكثر من صنف تسويها كباب وشقاف وكفته. لا حلل الذبيحه هو، ما شاء الله ما شاء الله عليه، اشتغلت جزار. الصبح بيض شكشوكه جبن شيخ. لحظه بيض شكشوكه يعني العيد، بلاليط العيد، بلاليط الله عليك، بلاليط حبيص عصيده هالامور، دله الكرك دله القلب، احنا لحم على طول. عليك بالعافيه ان شاء الله. الله يعافيكم. لكن الأجواء هذه حلوة يعني صراحة، بقول لك إذا يعني إذا ما تخلي مثلا إخوانك ولا عيالك يشوفونك وأنت تذبح الأضحية، يعني هذه من شعائر الجميلة صراحة في عيد الأضحى. أكيد. وأنا اللي أعرفه ترى هي بعد يعني عادة موجودة عند البعض، قبل الصبح يذبحون والريوق يكون عند بيت فلان. صحيح. ويتريقون السوالف اللي قلتها. حلوة السوالف اللي قلتها. لكن أنت يعني صراحة لو أنك تجرب طريقتها، وهي لها خلطة سبحان الله ترى يعني بسيطة جدا، لكن والله يا جماعة أنا أحس إن العادة هذه فعلا لابد أنها تستمر وما تنقطع، على أساس إن الجيل اللي ورانا ما يتعود على الترتيبات الثانية اللي إحنا ممكن ما نحبها، هذه من مئات السنين وإحنا قاعدين نتعود عليها. وهي بعد مثل ما ذكرت علينا هي جزء من عاداتنا وتقاليدنا والأشياء اللي إحنا متعودين عليها، وأيضا ثقافتنا بشكل عام. بالنسبة حق ترتيب العيد كان شوي غير يعني مختلف. غيري بما أن احنا وصلنا مرحلة ثالثة وبدأت تجمعات تكون ما تكون يعني مثلا نقول تجمع 10 أشخاص أو أقل، فهالعيد أنا بصراحة ضربت عصفورين بحجر. أن جمعت هالي من بعد فترة ما شفتم، وبالإضافة إلى فرحة التخرج من الجامعة، فمثل ما تقول لي هو تستاهل الطيب. فوصيت على كيكة من الشرطن. يا سلام، كيكة الفراولة معروفة. يا سلام معروفة. ايه جبناها البيت، طاح العيش، طاح الغداء. ايه تغدينا خلصنا، عينا من الله خير، سوالف اخذوا عطوا من هالامور، حلينا بالكيكة، تقهوينا طبعا يعني مسافة اجتماعية، وهالامور والاجراءات هذه لازم نكون متقيدين فيها. يعني انت تدري اليوم عندك برنامج،
يا اخوي قطعتين حق ربعك. اي والله قول له انا خلي يحلي عقب الكباب ما ياب لنا من الكباب، يقول لك خلطه سريه وخلطه بسيطه وما كباب الساعه 8 الصبح ما اقدر اجيبها في الطريق هني ذوب بالحر. لا مو مشكله مو مشكله مو مشكله في مطبخ هني يعني خلاص بكره خلاص العشاء باكر علي. لكن نقطه ذكرتها فيصل الاجراءات الاحترازيه، يعني التقارب جميل صحيح. وإن كلنا مع أهلنا وكذا، لكن ممكن والله ولد عمك ما شفته من فترة طويلة ولا ولد خالتك ولا غيره توكم تلتقون، ما تعرف هو خالط من راح من، بعدين صعب أن مثل الأيام هذه أنك تزور لك مثلا 5 بيوت ولا 10 بيوت أعتقد بيكون فيها خطورة. فالله يحفظ الجميع. هو مثل ما أنت قلت فيها خطورة، بس بعد لازم الواحد يلتزم بالإجراءات الاحترازية. طبعا مشاهدينا الكرام ننتقل وياكم من برنامج من العايدين، ننتقل وياكم إلى برنامج عيد وفن من إعداد غانم شاهين وتقديم غانم شاهين وعبير النمر. نعم، ويستضيف البرنامج فنانين من المجال الموسيقي والدرامي وحديث عن آخر أعمالهم بالإضافة إلى المعايدات من مستمعين إذاعة قطر. أكيد، فنروح معاكم في إطلالة على البرنامج اللي يستضيف اليوم النجم الكبير منصور المهندي نهام الخليج فإلى الإذاعة. أول شيء نقول لك كل عام وأنت بخير. وأنت بخير إن شاء الله. صح مثل ما عيدنا على المستمعين أيضا عيد عليك عبير، وبالعكس إحنا زملاء وراح تكون إن شاء الله سهرة حلوة مثل ما ذكرتي. ونذكر أيضا مستمعين إن راح يكونون عندنا ضيوف كل يوم، راح يكون معانا ضيف جميل. نعم. واحد من الفنانين القطريين، كل يوم راح يكون معانا فنان إن شاء الله، وراح نستمتع بالسوالف معاه ويسمعنا ونسمع. أكيد، وهذا هو أهم ما في سهرتنا، سهرة عيد، عيد فيها عيدية وسوالف العيد، نستذكر أيام العيد وإحنا صغار وبعد وإحنا كبار، والفن بعد الفن حلو إنه شوي نحس بفرحة العيد ويانا بالفنانين والمطربين، وإن شاء الله وبعد ضيوفنا الكرام راح ينورون ليالي عيد وفن. أكيد اليوم مستمعينا راح يكون معانا أو هو معانا الحين فنان معروف وغني عن التعريف من الفنانين القطريين اللي لا اسمه ولا بصمته في الأغنية القطرية ولا أغاني أيضا الجميلة والمعروفة واللي الكل يحب يرددها معانا اليوم، الفنان القطري منصور المهندي. مساك الله بالخير يا أبو جمعة. مساكم الله بالخير أخوي فهد وأختي عبير، يعطيكم الصحة والعافية. كل عام وانتم بخير يا منصور. وكل عام وانتم بخير، وحاب أنتهز هاي الفرصة وأبارك حق حكومتنا الرشيدة وأقول لهم كل عام وانتم بخير والشعب القطري والأمة الإسلامية. آمين. اللهم آمين يا رب العالمين. أبو جمعة راح اليوم يسولف معك وراح نسمع، وانت مو بغريب على إذاعة قطر. تمام. انت واحد من نعيم هذه الإذاعة. صحيح. ومو بأول مرة احنا منصور يكون معنا، على فكرة منصور من الفنانين اللي ولد الإذاعة والله. غير انه ولد الإذاعة عبير، كل ما اكلمه او اقول له منصور عندنا برنامج على طول. ايه؟ يعني ما يتردد ابد والله، ما يقصر صراحة. حتى انا يعني اتشرف دائما، كان لي لقاءات سابقة ولا عمل بالعكس منصور. انا قلتها لكم من قبل، انا من يدكم هذه ليدكم هذه. طبعا انا ولد الإذاعة، والإذاعة طبعا مو بمقصرة في الفنانين القطريين صراحة، الشكر يعجز حق الإذاعة الحلوة يعني إذاعتنا إذاعة قطر. حلو. طيب جماعة احنا بنبتدي معاك من الأخير، ما راح نقول من الأول. تبي زبدة الكلام؟ مو موضوع زبدة الكلام. أنت انزلت لك أغنية من تقريبا أقل من شهر. اي نعم. اللي هي أغنية جدك التهايم، والحمد لله قاعدين نشوف المشاهدات قاعدة تزيد. الحمد لله. نعم. من يوم ويوم مشاهدات كثيرة، وحققت أتوقع يعني في شهر بالمشاهدات هذه حققت نجاح حلو والحمد لله، وإن شاء الله راح تكون المشاهدات الأيام الجاية إن شاء الله أكثر. كلمنا عن الأغنية الجديدة. أبو فهد، هذه الأغنية كانت هي من ضمن ألبومي اللي كان اللي كنت المفروض أطرحها مع شركة روتانا، كانت هي من الأغاني اللي موجودة في الألبوم. فهذه صراحة لها قصة ذي الأغنية. أنا عندي الأغنية ذي يمكن أكثر من 10 سنوات أو 13 سنة الأغنية. إن شاء الله. كنت بنزلها، وقبل الألبوم كنت بنزلها جلسة،
كمانجا وعود وقانون وناي، يعني بطريقة الجلسة جلسة وعملتها جلسة الأغنية جهزت. فلما فكرت ان انا اعمل لي ألبوم، قلت ليش ما ارد اسوي له توزيع ثاني واخليها في الألبوم تنزل من ضمن الاغاني، حرام لان اغنية خبيتي وهالشكل حرام تنزل جلسة. وما شاء الله طرحتها يعني باسلوب وايقاع شباب يعني متجدد، وكان لها يعني بكلمات بسيطة ولكن وصلت للناس، يعني كان لها قصة نجاح مو طبيعية يعني. الحمد لله. هي شوفي الأغنية كانت يعني جاهزة من 2017 هي كانت تنزل في الألبوم، ولكن في الظروف هذه اللي صارت الحين وتوقف الألبوم تقريبا 3 سنوات، فالآن الحين نزلتها سنجل. فالحمد لله يعني لقيت الأغنية صدى كبير الحمد لله، يعني الناس قامت تكلمني على الأغنية يشكرون لي على الأغنية، يعني بعد خاصة عقب وقفة طويلة يعني وقفت وقفة طويلة، فالحمد لله رجعت حق الجمهور بشيء حلو يعني. طيب أبو جبعة، الأغنية هذه يقعها خبيتي صح؟ يمكن احنا تعودنا ان او الأغاني اللي قبل الأغنية هذه اللي نجحت معاك، اللي مثل خلينا نقول أغنية في ذمتك، نعم، من لقاعات السامري وبعد لاقت نجاح جدا جميل ليه اليوم نعم. يعني ليه اليوم اللي قالوا الفنان منصور المهندي يذكرون أغنية في ذمتك. ايش موضوع السر أغنية في ذمتك، ولو انها من يعني من لقاعات خلينا نقول يعني مو بلقاعات الدارجة او اللي يحبونها الشباب، لقاع السامري انت عارف لقاع ثقيل يعني. لكن الأغنية نجحت ابو فهد. انا يعني الاغنيه هذه والله اني انا ما كنت اتوقع لها انها راح يعني تنجح بتوصل حق الكبير وحق الصغير، يعني كانت في بالي اغنيه ثانيه هي اللي راح تضرب، فما توقعت ان الاغنيه في ذمتك خاصه مثل ما تفضلت انت قلت ان اللقاء ثقيل وخاصه لقاء سامر، يعني يمكن الشباب يمكن اللي يعني اصغر منه ذي ما يتقبلون، لكن شلون يعني ضربت هاي الاغنيه وتمت الاغنيه خالده ليومك هذه. لما انا اروح في مقابله في حفله في شيء لازم تنطلب مني اغنيه في ذمتك. فحتى شوف حتى الاغنيه كانت عند الملحن القطري المطر علي، مسي بالخير ونقول لك العام انت بخير. قال لي منصور انا عندي لك اغنيه، يقول انا ملحنها ومخليها من فتره وموجود عندي اسمعها، ان يعني غنيته وشفت انه يازت لك، يقول انا احس ان الاغنيه هذه ثوبك يعني، فانت اسمعها وشوف. انا اول ما جيت الاستوديو سمعته، بس كان ترى الكلام غير، مش هذه في ذمتك، بس كان مطلع الكلام الاولي كان في ذمتك. او اعتقد ان ابو علي استاذن من الشاعر، قال لنا احنا بنغني الاغنيه، قال الشاعر رفض، قال لي لا يعني انا ما حطيت الكلام على اساس انه يعني تغنى وشكل. فقلت أبو علي، قلت له أنا عندي شاعرة من الكويت ما شاء الله شاعرة قوية، وخلنا نشوف خلها تسمع ونشوف يمكن يطلع من عند نطلع منها كلام. قال لي توكل على الله. فلما لما اتصلت لها تلفون، هي شاعرة بنت العطن مسيب الخير، قلت لها عندي لحن وبيش تسمعين ونبي نكتب كلام. فلما سمعت اللحن قالت لي والله يا منصور هاي اغنيه يبي لها صراحه كلام من الاخر. قالت لي بهالكلام، قالت لي مثل ما بتشيتوني راح ابتشيكم في الكلام. اي والله. وما شاء الله صاغت الكلام يعني كلمات صراحه جدا معبره، جدا حلوه، جدا يعني وصلت الكل صراحه. نعم الحمد لله. ولو ان الاغنيه ثقيله ومثل ما قلت انت بجمع ان حتى الشباب الجيل يعني مو بكل جيل يستصيغ اللقاء او اللون بالضبط. هذا الغنائي زين ابو فهد. انا من الناس اللي يحبون السامري. انا احب اغني سامري، لان انا لما اغني سامري والله العظيم ابو فهد يعني ما ادري احس نفسي طاير، اغنيه بطريقه يعني من قلبي، لان حاب اللقاء هذه، حاب اللون خاصة السامري. وبما أنك أنت ذكرت اللقاع السامري بجمعة وحاب اللون هذا، بعد فيه له سبب، هذا بنرجع بنتكلم فيه إحنا.
موضوع السامري والبحر والنهمة، هذه أكيد ما جاء من فراغ، حبك للون هذه من من الألوان الغنائية ما جاء من يعني لون أصلاً من النهمة يا أبو فهد، يعني من الألوان المميزة جداً ومنفردة وما أي حد ممكن يغنيها، يعني ممكن نقول 2-3 معدودين على الأصابع يغنون طبعاً فن النهمة، لأنه صعب. وأنت يعني منصور المهندي من أميز الفنانين اللي غنوا، والله العظيم يعني صراحة، والكل يشهد لك في هالشيء. طيب عبير، ما احنا سمعنا أو تكلمنا عن أغنية في ذمتك، نبي نسمعها صوت يا ريت والله بجمع، ايش رايك بجمع شمعنا ان شاء الله نسمع. في ذمتك ما هز قلبك يا ربي، ما اشتقت ليامي وذيك التعاليل، شف جرحك اللي من عذابك سطابي، شف دمعي من غيابك هالي، في ذمتك ما هز قلبك يا ربي، ما اشتقت ليامي وذيك التعاليل، شف جرحك اللي من عذابك سطابي، شف دمعي اللي من غيابك هالي، في ترجمة نانسي قنقر.
مشاهدينا الكرام، يعني مثل ما شفنا معاكم قبل شوي لما انتقلنا الى اذاعه قطر مع زملاء غانم شاهين وعبير النمر، كان في استضافتهم الفنان منصور المهندي. منصور المهندي من الفنانين صراحه اللي خذ له طابع مميز جميل هادئ، تعامله كان جدا يعني جميل مع كل اللي تعاملوا معاه من جميع الكوادر، خلينا نقول او الفنانين او الشعراء، قالوا يعني هذا الرجل يتعامل بهدوء جدا، اعصابه جدا جميله، يحاول حتى اذا صارت فيه مشكله انه يتعداها بكل سلاسه حتى انه يتعدى المشكله. يقول لك يعني في بعض الضغوطات لما تصير في عندهم بعض الحفلات او بعض التسجيل، الناس شوي تشد اعصابها وتاخذ ضغط، يقول لك منصور لا غير، يطلع من الاطار هذا جدا نهائيا، واذا صار خطا مستعد يقعد يعيدها مره واثنين وثلاثه ويبتسم للجميع. تميز منصور بهالطبع الجميل الحلو صراحه، يعني احنا نحييه اكيد فناننا الجميل، صوته الراقي، انا صراحه من الناس اللي احب اسمع صوته. يعني مبدع هو في النهمه، يسمونه نهام الخليج، وبعدين قلائل اللي عكسوا تراثهم والفن في الامم المتحده. فيصل وصل، فيصل كان زين، منصور وصل للامم المتحده، باذن الله توصل ان شاء الله باذن الله. لكن كانوا يقولون على اغنيه معينه ان هي اللي ضربت. انا بالنسبه لي لما قال اعتمد والشك زايل والله انا احبك يا تميم، الله، هذه انا بالنسبه لي تاريخيه. صحيح كلامه فعلا جميل. صحيح اكيد. انا حسبت بيغنيها تدري. لا لا انا مخليها بعد البرنامج. حسيت انه اشتغل بعد البرنامج. طبعا مشاهدينا الكرام نستكمل معاكم فقراتنا، وفقرتنا الان راح تكون مع مخرج وممثل قطري مميز كرس كل جهده ووقته لفنه وصقل موهبته بالعمل والاطلاع ليرتقي الى الصفوف الاولى في الوسط الفني، ولم يقف عند هذا بل اهتم بدعم ومساندة الجيل الجديد من الفنانين. ضيف فقرتنا كرم عدة مرات ونال عددا من الجوائز من عدة دول عربية وأجنبية بعد مشاركات خارجية مميزة. خلونا نرحب معكم بالفنان والمخرج سالم المنصوري. في البداية نرحب فيك في برنامج من العايدين، وكل عام وانت بخير يا رب. مرحبا ومسهلا، السلام عليكم، كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة. يا مرحبا. يا مرحبا فيك فنانا ومخرجنا سالم المنصوري، يعطيك الف عافيه. اكيد ان هذه فرصه جميله في العيد ان احنا نهنيك ونعايدك، وايضا نسالك عن اجواء العيد هذا بالذات. والله يشرفني، واول شيء ارفع اسماي التهاني والتبريك الى مقام حضره صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير الدوله المقدسه، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الله يطول عمره ويحفظه، وإلى الشعب القطري الكريم وكل من يعيش على أرض قطر الله يطول عمره ويحفظه إن شاء الله. نعم، يعني لو تقول لنا كيف عشت هذه الأيام، قعدة الأهل والعيال قاعدين يدورون العيادي، أهم شيء عيدتك كانت موجودة اليوم بعد الخردة بعد ما نغنى عنها. لازم تحبون الفلوس اللي بس اللي ها عاد المسلمان يدري تحب الفلوس بعد كلمة حق قلتها من بداية الحلقة. هو ينغز يدور علي حبيب المسلمان. واخوي علي المري شو يقول نسوي شو اسمه نقطع قلوب وكبته وما ادري ايش نسوي، ولا يعزم ولا يب ما يستوي كذي، تباعد اجتماعي طال عمرك. والله يا اخوي العيد له لون خاص وله فرحه خاصه. صحيح. يعني لابد ان نتقلب على هذه الجائحه، على هذا الوباء، والحمد لله الان احنا في الفتره الثالثه، وفي يعني تزاور شوي على الاقل مع التباعد شو اسمه، ولكن في على الاقل في تزاور شوي مع الاهل، فرحه اليهال، عيديه اليهال، وناس اليهال. والله احنا نشوف العيد في 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 في, في نظره اليهال، في فرحتهم، في اللبس، في الوناسة. فعلا يعني حسينا السنة يعني العيد هذا حسينا شوي على الأقل غير عن عيد رمضان، حسينا شوي يعني في 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 يعني في عيد شوي على الأقل، يعني بدينا مع العالم شوي.
أكيد. وكل أعياد إن شاء الله إنه وكل أعياد إن شاء الله إنها مبروكة إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. أكيد مثل ما ذكرت شيء حلو إنه في هذا العيد إنه مثل ما نقول العوائل بدأت تتجمع والكل رجع يلتقي من بعد غياب أو انقطاع أو حتى أيضا ابتعاد فترة من الزمن علشان وشو علشان سلامتهم وسلامتنا علشان سلامة الجميع. فالله يحفظ الجميع ويحفظكم يا رب. وأيضا عندي سؤال فني صغير. يعني احنا ذكرنا عن موضوع العيد لكن ننتقل من جانب العيد إلى الجانب الفني. أهمية مشاركة الممثلين والمخرجين والناس اللي شغالين في الفن في المشاركات الخارجية اللي تكون برا بلادهم، نتكلم عن أهمية هذا الموضوع. والله هي مهمة جدا، يعني مهمة أولا، يعني لما تشارك باسم يعني البلد وترفع علم البلد في هذا المحفل وفي المحافل وهناك دول منافسة من جميع أقطار العالم وترفع العلم بينهم وتحصل على جوائز وتنافس منافسة قوية، يعني من خلال مسرحيتك تقدم مسرحية وتنتزع بعض الجوائز من هذا المهرجان، أعتقد أنها يعني شيء جميل. وبالتالي الجيل الجديد يروحون يتعلمون يشوفون يعني مسارح كثيرة مثلا من إيطاليا من الأردن من المغرب من تونس، يشوفون مجموعة أعمال كأنه قرأ مثلا 7 كتب أو 8 كتب من خلال العروض الموجودة، يعني تثقف وشاف ومارس يعني. وهناك أيضا بعد في ورش تقام ورش في المهرجانات، فيستفيد الممثل من هذه الأشياء طبعا. نعم. يعني فنان والمخرج سالم المنصوري، يعني كثير من الناس نذكر فيها الجوائز والتكريمات اللي أنت حصلت عليها، لكن أيضا نحب نتذاكرها معاك ونبي نسمعها منك أكثر. اللي هي؟ اللي هي أبرز الجوائز والتكريمات اللي حصلت عليها. وايد وايد وايد. يعني عطنا على سبيل المثال. على سبيل المثال أحسن ممثل دور أول في المهرجان. في مهرجان أقادير والحمد لله، وأيضا ممثل مميز في مهرجان الأردن، شهادة تقدير من إيطاليا، كرمت في قفصة في تونس، حصلت على جائزة لجنة التحكيم الخاصة من المغرب، حصلت على يعني جائزة الديكور أيضا من المغرب، حصلت على جائزة لجنة التحكيم من السودان. يعني ما شاء الله ما شاء الله. يعني اي والله كرمت ايضا من ايران من الجمهوريه الايرانيه ما شاء الله، من السودان من ايطاليا من الاردن، يعني اخذنا كثير من البلدان. يعني ذكرتني اخوي سالم برساله قبل وصلتني في مواقع التواصل الاجتماعي عن المسلسلات الاقطريه. قبل كان في تعاون ما بين قطر وعدد من دول المغرب العربي وكان في مسلسلات اقطريه تعرض هناك، ففي جماهيرية كبيرة، وأعتقد أن اللي كانوا يتابعون ذيك الفترة يعرفون من اليوم هو سالم المنصوري. وصلتك هذه الأصداء من قبل؟ والله يا أخي شوف، الأصداء موجودة، الأصداء موجودة حتى على مستوى الأغنية، يعني حتى على مستوى الأغنية ومستوى التنفيذ موجود التبادل بين الدول المغرب العربي وبين قطر موجود، يعني لأن قطر أنا أقول فيها بصراحة حاضر بقوة في كل المحافل الدولية لله الحمد، يعني ونحرص أن دائما نوصل الصورة بأجمل الصور هناك ونكون ممثلين بلدنا في هذه المحافل، وأن ما نروح فقط نقدم عمل، نقدم عمل ونقدم ثقافة ونقدم تجربة وننافس، ومثل ما قلت لك ناخذ لله الحمد الجوائز. لذلك سالم يكرم في هذه البلد أو في البلدان الأخرى، لذلك سالم يروح عضو لجنة التحكيم، الناس خذوا ثقة في سالم مثلا، او بدا يعني يحكم في دول كثيره من الدول العربيه، بدا يكرم على مستوى المهرجانات الدوليه الكبيره، ولله الحمد هذا يرجع طبعا لله سبحانه وتعالى الفضل ثم لبلدنا الحبيب الغالي قطر. اكيد. مخرجنا سالم المنصوري، اذا نتكلم اكثر عن هذه الفتره الحاليه، مثلا نتكلم عن ما قارب حوالي من 10 سنين إلى 5 سنين، عن الطاقات الشابه القطريه في مجال المسرح، شلون شفت استعدادات الشباب لدخولهم في هذا المجال؟ والله في الحمد لله في 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 مجموعه الان طالعه، في شباب موجودين، في كثير دش هذا المجال الحمد. يعني نعم
يعني لله الحمد يعني في كثير طبعا دش هذا المجال لله الحمد يعني موجود على الساحة وبارز بارز بارز يعني تواجده سواء في المسرح أو في التلفزيون. في المسرح عندنا كثير من الشباب، أنا خاف أذكر أسماء وأنسى أسماء، من محمد حسن، سامح، أخوي محمد أنور، كثير من الشباب يعني بنسى أسماء. نعم. لكن كثير من الشباب موجودين يعني وبقوة موجودين. نعم. ما أبرز أعمالك الفنية القادمة يا المخرج سالم المنصوري؟ عندي إن شاء الله بإذن الله كان افترض الآن أن أكون في شهر 6 أكون في كان افترض أكون في 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 تركيا وشهر 10 أكون في حيث في سلطنة عمان، لكن قدر الله ما شاء فعل. لكن عندي الآن العمل اللي قاعد أحضر اللي هو سهيل في زام الليل. سهيل؟ سهيل في زام الليل. هذه قصتها كبيرة. سهيل في زام الليل هذه يبيلها. هذه بلاوي. أتمنى إن شاء الله نقدمها إن شاء الله هذه السنة من خلال أو السنة القادمة من خلال شؤون المركز بإذن الله وزارة الثقافة، وأحضر الفيلم اسمه جدران البيوت. ان شاء الله اذا خفت الجائحه راح نصوره ان شاء الله في شهر 10 ان شاء الله. يكون معي طبعا مجموعه كثيره من الفنانين، منهم فالح فايز اخوي الكبير، ومنهم طبعا محمد حسن ومجموعه من الشباب. اكيد الفنان الفنان والمخرج سالم المنصوري سعداء بتواجدك معنا اليوم في برنامج من العايدين، ويعطيكم الف عافيه يا رب، وفالكم التوفيق في الاعمال القادمه يا رب العالمين. حبيب وانا بعد سعيد بتواجدي معكم هذه الليله، شاكر لكم استضافتي ومشكورين ما قصرتم من اعلى الهرم في التلفزيون الى واجبنا الله يسلمك ويعافيك. طبعا اكيد يعطيك الف عافيه وان شاء الله باذن الله في لقاء قادم ان شاء الله. طبعا نايف وعلي بنكمل فقراتنا لكن ناخذ مشاهدينا الكرام في فاصل ولنعوده. عيدكم مبارك عساكم من عوادا، يا العيد يا العيد يا العيد.
عيدكم مبارك عساكم من عوادا عيدكم مبارك عساكم من عوادا أعود لكم مشاهدينا والأطفال هم حلاوة العيد بكشختهم وروحتهم أنهم يدورون العياد لو ما يون يسألون يدورون العيدية علي ما وحشتك الجامعة في المجمعات وبرنامجك في العيد والناس يون يبون يشاركون اليوم الله. أنت هني معنا ولا بعد مسافة بيننا أي والله يعني في العيد الأضحى اللي طاف فعلا كنا في بعض المجمعات كنا شاركينها مع مسابقات أو مهرجان الصيف في قطر وكنت تشوف العالم يعني كلهم جايين بعوائلهم مستانسين ولما يدخلون يشوفون بعد أيضا في مهرجان يجمعون عليك الزيادة وأنت طبعا تحاول تفرحهم وتخلين أكثر عدد منهم يشاركون قدم لهم الجوائز فهم يطالعين من المجمع معيدين وأيضا ماخذين جوائز بس تدري ليش اليوم ما قدمت أنت الجوائز؟ أقول لك خلنا أشارك ما تخليني ما يصير ما يصير هذه حبتي ما يصير قانونا ما يصير مثل ما ذكرت نايف عن البرامج التلفزيونية تقام مثلا في المناسبات الأعياد وغيرها أيضا حتى الإذاعات إذاعة قطر وإذاعة صوت الخليج أيضا بعد يتسابقون على أنهم يكونون من أوائل الناس أيضا يشاركون الناس مثلا فرحتهم سواء كان في الأعياد سواء كان في المهرجانات وغيرها وأيضا بعد يطرحون مسابقات من خلالها يعني يمكن شوي ها يمكن مثل ما نقول جوائزهم ما تكون اللي هي الكل مستانس عليها بس يقدمون جوائز وفي البعض يستانس عليها الحد بس المشاركة هي الفرحة أصلا بالضبط. والكل يستاهل بصراحة يعني
تكلمنا عن إذاعة قطر وكذلك صوت الخليج، يعني عندهم العديد من الأشياء اللي يقدمونها، وهم عندهم اللي هو ليالي عيد الأضحى المبارك، عندهم سهرات مميزة وعندهم نخبة من ألمع نجوم الطرب، وكذلك أول مرة عبر سهرة خاصة يستضيفون الفنانة أصيل هميم وكذلك الملحن فهد المرسل والفنان أسامة محبوب وكذلك الشاعر الإعلامي الكبير وأستاذي حسن المهندي. يعني هاي مو بس اليوم، بيكون على مدى أيام العيد، وراح يكون البرنامج من إعداد وتقديم رجاء سلمان وعادل عبد الله وكذلك عبد الله العبد الله، بينما يشارك الفنان والإعلامي سعد برشيد في إعداد وتقديم السهرة الرابعة والخاصة بالإعلامي والشاعر حسن المهندي. وطبعا هذا التواجد يعتبر كذلك كتكريم له ولمسيرته الإعلامية، ويقوم بالإشراف العام على البث المشترك ومجمل السهرات لليالي العيد. طبعا حديثنا عن سعد برشيد، مساعد مدير إذاعة صوت الخليج السيد سالم المنصوري، فكل الشكر لهم على هذه الجهود، يحضرون أشياء كبيرة، ولكن خلونا نروح معاكم في إطلالة على هذه السهرات الفنية. دائما إذا تكلمنا عن العيد، خبريني أول شيء، أكيد إحنا نرحب كل مشاهدي تلفزيون قطر، وإحنا أكيد في بث مشترك ما بين تلفزيون قطر وإذاعة صوت الخليج في سهرة خاصة اللي راح تكون مستمرة معاكم إن شاء الله إلين 11 مساء ومع النجمة أصيل هميم. إذا أصل تكلمنا عن العيد، قولي لي شو اللي تفتقدينه في العيد، شنو الطقوس اللي تسويها أصيل في العيد؟ إحنا تقريبا يعني إيش تاني بالدوحة، يعني تقريبا صار لي 7 أو 8 سنوات، فنفس العادات والتقاليد تقريبا يعني نفس الأشياء. حتى ذكر لما كنت صغيرة يعني فرحة العيد كانت بالنسبة لي يعني غير، وخاصة مع الأهل، أنا شوية هسه بعيدة عن يعني أهلي كلهم بغداد، فبس أفتقد يعني مكانهم، مكاني بيناتهم، أنه أشوفهم بالعيد عايد عليهم الوالدة الوالد مثلا، بس بنفس الوقت ما أحس نفسي أنا بعيدة لأنه يعني أنتم موجودين، أهلي وأحبابي وناسي وجمهوري الغالي وعندي هواي محبين، ف يعني أجواء قبل شوية كانت تختلف عن هسه، بس يعني لمت أهلي بس. هو دائما احنا نقول حتى احنا عندنا في قطر العيد اختلف أكيد. قبل عن الآن زوارات الأهل صح. والأقارب يمكن أيضا الفترة الأخيرة مع الوباء اللي عايشناه إيه. والله يفكنا إن شاء الله يا رب قريبا عن شفتش أنت والتعقيم يا رب الله يسهلها علينا إن شاء الله. قولي لي يعني في ناس وايد مثلا اكتشفت مواهب فيها أثناء هذه الفترة اللي كانت قاعدة فيها البيت، لأنها فترة طويلة يعني فترة مو بقصيرة. أيضا في ناس اشتغلوا على أعمالهم إيه؟ قولي لي المدة هذه اللي قضيتيها كيف؟ والله شوفي أول شيء الفترة هذه الموضوع الكورونا يعني المشؤوم خلانا نكره سنة 2020. شوفي أنا أحس إنه الفترة هذه اللي راحت يعني حسيت بلحظة إنه الدنيا صغيرة ما تسوى شيء، ممكن بأي لحظة الإنسان يعني تعرض لوباء شيء لا سمح الله، يعني العمر على قولتهم رايح، ف يعني أتمنى إنه الناس تتصالح ويا نفسها تتقرب لرب العالمين أكثر. ما في طبعا إنسان كامل، أكيد كل إنسان عنده أغلاط يتعلم، تحسين الدنيا صغيرة يعني ما تسوى ولا شيء صحيح، فواحد إنه يتصالح ويا نفسه يتعايش. يعني المواهب اللي اكتشفتيها في نفس هذه الفترة، في مواهب جديدة ولا؟ يعني دائما لما استضيف اي فنان واساله عن هالمواهب يقول لي اللي الطابخ واللي انت قلتي انت شو اللي اكتشفتي؟ لا اكتشفت اني طلعت طباخه بس ما شاء الله. فتره يعني انا بقيت يعني ما بحكم الشغل يعني ما اقدر دائما، فالفتره هذه اللي قضيناها بالبيت صرت شيف يعني، لدرجه انه اخويا مرات يقول لي
يقول يا صيل كافي سمنتيني دمرتيني. قلت له بس انت انا وياك بعد. هو ما سوين اكل صحي يعني؟ ها؟ ما سوين اكل صحي؟ لا يعني هيك وهيك مرات. واشهر طبخه تطبخينها؟ تقريبا كل شيء اعرف يعني. حلو. جايب لنا احنا نذوق اكل اصيل. اكيد مسوي لكم دوم العراقيه. الله عاد ما يحتاج. الباكه لا تقول مو شاطرة فيها، هي وايد صعبة. لا هي ما أعرفها ولا أكلها ولا أحبها يعني. الله يعطيك العافية. ومن ناحية ثانية اللي هي الأعمال الفنية، أكيد يعني شوفي دائما هو النجاح أو المرحلة اللي أنت توصلي لها من النجاح أو الاستمرارية تكون دائما صعبة. يعني بعد نجاح المفروض سر الحياة أدى السعادة، دائما أحس بتخوف. يعني يجيني أكثر من عمل، أقعد أسمع أخاف لأنه الناس حبتني بهذا الجو، ما أريد أنزل شيء دون المستوى. طبعا أكو ناس تزعل مني، أنا ضد أنه الفنان كل يوم عمل، كل يوم من عمل، كل أسبوع عمل، كل شهر عمل. هذا الشيء ما يعني ينزل من 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 الفنان. فهي معروف عني أنه أنا خطواتي دائما محسوبة. الفترة هذه قعدت أخطط أرتب لنفسي يعني خطط أمشي عليها إن شاء الله بعد ما شوية الدنيا ترجع الوضع الطبيعي، وإن شاء الله تكون عندي أعمال يعني يعني أقوى من من اللي قبلها. قاعدة أختار أفكر أخطط الأشياء راح أسويها مستقبل إن شاء الله. من ضمنها راح يكون عندي سينجل إن شاء الله، وإحنا حاليا تفكير أو صدد يعني إنه نفكر شنو نحط قصة للعمل تكون مصورة. السينجل يعني غريبا راح ينزل إن شاء الله. كلمات وألحان، كلمات رامي العبودي نفس اللي اشتغل أغنية المفروض. وثاني عمل راح يكون للملحن المبدع علي صابر. علي صابر هو في مجال نسمع منها ولا لا؟ هي بعدها لحد الآن ما جهزتها، بس متى إن شاء الله راح أحب أغير بالكلام. متى راح تنزل إن شاء الله؟ إن شاء الله يعني بس تجهز يعني ممكن فترة شهرين على حسب الظروف. يعني أشوف أصيل صايرة بس مع السينجل، هل هي سياسة تتبعها أصيل أنه بس مع أغاني السينجل، ولا حاطة ببالها ممكن تنزل ميني ألبوم، ممكن تنزل ألبوم؟ قلت لك ممكن يعني أنزل ميني ألبوم، مو فكرة أنه سينجل. لا الفترة هذه اللي راحت في يعني هواي أشياء كانت ببالي قعدت أشتغل عليها، فلا ممكن ما يكون أنه مثلا بس سينجل، أو ممكن تنزل السينجل وبعدها يعني ممكن انزل مني ألبوم، فما تعرفين يعني على حسب. هل حاطة ببالك مثلا انه يكون ميكس ما بين الخليجي والعراقي ولا؟ اكيد ليش لا، انا بداياتي اصلا بلشت كل صح. الاغاني حتى الاغلب ما كان يعرف انه انا مثلا من عراقية او جنسية عراقية، فما يعرفون يتوقعون انه مو عراقية خليجية. بس بعدين يعني حبيت انوع عراقي خليجي، ممكن ايام الجاية مصري، ليش لا؟ تنويع حلو مطلوب للفنان. حلو. طبعا في الفترة الأخيرة وتحت شعار الموسيقى لغة الشعوب، أحيتي حفل على يوتيوب قناة مركز شؤون الموسيقى التابع لوزارة الثقافة والرياضة. هذا أول مرة يحدث، كان يوم الجمعة بالتحديد 17 يوليو. خبرينا عن الحفل والترتيب له كأول مرة وعن بعد، يعني شيء مو بسهل. لأنه شوفي دائما الناس أو المحبين أو الجمهور دائما متعودين علينا أنه إحنا دائما حفلات دائما أعمال، فأغلب الفنانين يعني لما صار الموضوع الكورونا وما نقدر نطلع حفلات، فهذا كان فعليا أنه هو الحل الوحيد أنه نتواصل مع الجمهور أو الناس عن بعد. فما بالعكس كنت حابة الفكرة، ما رفضتها أبدا. وطبعا تقديرا لسعادة الوزير كانت فكرة من عنده، فحبيت الموضوع جدا، وكان حفل يعني بسيط وعفوي، وأنا شخصيا كلش حبيتها يعني حبيت الفكرة. أنت كعادتك يعني وين ما تكونين تكونين متألقة ومبدعة في أعمالك. طيب احنا شريت شوي نريح المستمعين ونسمعهم شيء بصوتك. يلا ايش راح تختارين؟ الأغنية طبعا الشهيرة اللي دائما اللي هي سر الحياة. يلا ولو فكرت ونسيتك، لو يوم ما حبيتك، المن أحب هاي الناس ما بيها من حنيتك، ما بيها من حنيتك. تخيل حياتي بدونك،
أكره القل شلونك سر الحياة وبالماي لا سر حياتي عيونك سر الحياة عيونه ويلي بشر مليان حب وإحساس من فدوة ضحكته أكيد مشاهدين الكرام تابعنا معاكم من صوت الخليج زميلتنا رجاء سلمان والفنان الجميلة أصيل هميم وسمعنا هالمقطع الجميل ها عجبكم استطربتوا شوي معنا أكيد بالنسبة لي يعني ما شاء الله صوتها جدا جميل وأيضا في الفترة الأخيرة مثل ما ذكرت أن لما تنزل أغاني اللي هي السنجل مثل ما يسمونها تضرب ضربتها وتعرف هي مثل تقريبا مثل ما تقول قايسة الوتر في الشيء مع المستمعين بس أنا زعلت صدق ليش؟ عاد الأغنية اللي غنتها هذه ضربت في الصيف اللي فات لما كنا نسافر لما كنا نطلع لازم نتذكر الناس السافر ها طيب الحين لما غنيتها انا تذكرت ذكرت السفر اي والله ان شاء الله بنسافر يعني كلها فتره بسيطه ان شاء الله باذن الله الله يسمع منك يا علي طيب قولوا لي احنا نتكلم عن بعض البرامج عن قناه القطر الثانيه شنو اللي يجي دائما في بالكم كل تشوفونها يعني احنا مثل ما قلنا علي في بدايه البرنامج ولما تكلمنا عن قناه قطر الثانيه ان هي قناه ارشيفيه شاملت لك الاول والتالي ما بين مهرجانات وما بين جلسات غنائيه وايضا مهرجان الدوحه فاشياء جدا يعني مهرجان الدوحه مهرجان الدوحه الاغنيه سلام عليك يا نايف هذه ايام جميله سلام عليك صراحه فعلا من اجمل الايام فعلا وإرث موسيقي جميل نرجع نسترجع فيه كل الفنانين اللي شاركوا حضرت هناك قبل ثلاث مرات فيصل حضرت مهرجان الدوحة من قبل للأسف الشديد ما حالفك الحظ زحمة ما حالفني الحظ التذاكر تخلص بسرعة دام إنه راحت عليك أكيد إنه راح تلقى هذا المهرجان يحيى مرة ثانية على قناة قطر الثانية أكيد لا تفوت هذه الفرصة ما راح أفوتها لا تحاتي لكن تعال باخذكم ونطلع مع مشاهدين الكرام ننتقل وياكم إلى برنامج الإذاعي عيد وفن مع الفنان منصور المهندي نروح هناك نهام الخليج يعني ليذكروا النهامين الخليج فيذكرون من ضمنهم الفنان منصور يعني أنا يعني ولو أنهم قلة من النهامين في الخليج لكن إذا ذكروا النهامين فيذكرون من ضمنهم الفنان منصور المهندي كلمنا منصور عن يعني الفرق لما تشوف نفسك أو الفرق أنت في النهمة لما يقولون نهام منصور المهندي غير الفنان منصور المهندي كلمنا أو عرف شوي المستمعين عن النهمة فن النهمة بشكل فهد فن النهمة شوف هذا النهام أول شيء لازم يعني يمتلك مقومات يكون صوته جهور لأن أبو فهد شنو فن النهمة يعني ذاك الوقت ما كان فيها سماعات ما كان فيها مكبرات صوت على أساس أنها كانت في البحر وكان النهام ينهم فمن بين الخبر في البحر تسمع صوته جهور الكل يسمعه حتى يعني في مراكب محامل تصير بعيد عنهم فيهود الصوت يروح لهم هناك يسمعون النهام فلازم يعني الفنان يكون النهام يمتلك مساحة صوت قوية لأن حتى عندك يعني قالوا النهام يقصدون النهمة بزئير الأسد لما يزأر الأسد لأن صوته عريض أنت من هل البحر هذا أنا صغير ترى حتى على بس أكيد يعني تأثير يعني نتكلم عن أيام الغوص واللولو والنهام كان ما شاء الله صوته يعني في البتيل في السنبوك يعني ترى أنا أثر فيني يعني النهمة أثرت فيني قبل الفنون هذه الشعبية وقبل هذه يعني كنت أنا أحب أسمع النهمة لأن أنا صراحة بالنسبة للفن من أهم فنون البحر الفنون النهمة البحرية هذه كنت يعني أتفاجأ لما المجموعة تغني يطلع من بينهم واحد يغني يعني يمول شنو هاي هذه اللي شدني
فالنهام ترى هو عنصر أساسي في الفنون البحرية، سواء الأول كان في الغوص. الأول يقول 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 لك في الغوص لما يدخل النوخذة، لما يجيب البحار اللي معاه، كانوا أول شيء يسألون على النهام، من النهام اللي موجود معاكم. أي طبعا. فيقول لك يعني النهام كان عنصر أساسي في خاصة أهم أول شيء بيجرون المجداف، بيرفعون المرساة السفينة، يعني الإشراع كلها لازم تكون عليها يعني فن يعملون لها، اليمال والدواري هاي لازم يكون العنصر الأساسي فيه، يكون لازم موجود النهام. إذا ما كان النهام موجود فالمحمل هذه ما يسوى شيء. أنت تجاهك شخصيا لي هالفن، فن نهمل حبك فن نهمل. نلاحظ يعني مو بكثير من الفنانين يمتلكون هالموهبة، وهنا ممكن نتكلم عن مكامن الصعوبة عند النهام أو اللي يقدم فن النهم. شو الصعوبات اللي ممكن يواجهها أي فنان إنه ما يقدر يقدم هالفن ويتميز فيها فنان يعني آخر مثل حضرتك فنان منصور؟ في أول شيء النهام، مقومات النهام لازم يكون حافظ الفنون، خاصة الفنون على ظهر السفينة كلماتها غير، ولازم يكون النهام يكون عنده كم من الموال الزهيري، يعني لازم يكون عنده يعني المواويل الزهيرية لازم تكون عنده، يعني حافظ، يكون حافظ يعني مثل ودعتكم بالسلام يا ضوى عيني، خلافكم ما غمض جفني على عيني. يعني اسمح لي أنا ما راح أقدر أسمع النهمة منك كلمات، لازم أسمعها بالصوت والنهمة إن شاء الله. لازم إن شاء الله إن شاء الله نستمتع اليوم ونخلي المستمعين والمشاهدين بعد عبر أنا ما راح أخليه حتى لو يعني طبعاً. بس لازم يسمعنا. فتبون الحين تسمعون ولا أكمل؟ نسمع الحين إن شاء الله. مرحبا فيكم مشاهدينا، بعد ما رحنا معاكم لإذاعة قطر وسمعنا هالنهمة الجميلة من الفنان منصور المهندي، طبعا أكيد أني بقول لكم شعوري أني أنا تذكرت فعلا الماضي كنت معاهم في رحلة الغوص. وين معاهم؟ في رحلات الغوص. أي غوص علي؟ 1902 1902 صحيح. يمكن نادر هو من قال لي إنه رايح المسجد الساعة 3:40، أنا غسلت يدي منه خلاص. يا جماعة عيد. لا أنت خليته عيدين. يعني العيد عيدين.
والله صار عيدي. طيب صار عيدي بس خف خف الدعس. 1902 ما يصير. يا اخي والله ما في يما والله فوق ولا خليك مكانك. هذه الدنيا حلوه بالطريقه هذه. طيب احنا قبل شوي كنا نتناقش عن منصور المهندي او كنت نتكلم عن منصور المهندي. يعني اللون البحري، اللون البحري لون جميل، ومثل ما يمكن ذكره قبل شوي قال قله من الفنانين اللي للحين متمسكين في هذا اللون الجميل، ولا بد يكون عنده ارث في 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 هذه في هذا الفن القديم. فقليل منهم جدا، فاحنا قاعدين نتمسك في اللي حافظها او اللي قاعد يحاول انه يعيدها من جديد. علي بعد عندك كتارة يعني اطرحوا مسابقة وفي طلعات يطلعونها كذلك في سواء المحامل التقليدية ولا حتى في مسابقات ثانية يطرحونها. مسابقة سنيار. سنيار يا سلام عليك. يعني يشجعون فيها وطلعوا فيها شباب وطلعت لهم أسامي وتميزوا فيها. مو بس شيء نايف ما قطع كلامك، حتى أيضا المراكز الشبابية اللي تابعة لوزارة الثقافة والرياضة أيضا في بعض المراكز اللي هي تخصص مثل هذه الجهود أنها ترجع الماضي وبعد حتى تعلم شبابنا بخصوص هذه الأشياء التراثية، شلون قبل أهالينا كانوا عايشين، شلون كانوا ينزلون رحلاتهم للصيد للغوص وغيره. فيعطيهم ألف عافية على استمرارية توصيل هذه الرسالة للجيل الحالي. بس علي تحس نبرة فيصل إيه منها النهمة؟ إيه. أوه. هو يا مال ها اسمع اسمع تقل. لا انا ما اضبطها معي. اسمع يعني هذا يقول او يا مال في الدوحه يسمعون الشمال ترى. لا اله الا الله. لا تعود تعود البيس تعود البيس. لازم ياخذونه في سنيار. شارك فيصل يلا مو مشكله ان شاء الله. جرب ان شاء الله ان شاء الله. بس قول على شرط احنا ثلاثتنا نروح عندك الخبير من 1902 انزين وانت المشجع والمحفز وانا يعني تعرف باخذ منك الدافع يعني. فيصل انا اسمع صوتي في الفويس اهون من صدق انت. يعني اليوم يمكن من الايام المميزه في العيد هذا كيف طريقتنا ان احنا في العيد وخذينا الاجواء مع بعض الفنانين وايضا ربطنا مع الاذاعات الموجوده اذاعه قطر واذاعه صوت الخليج. سمعنا هنا فن طريقه معينه ورحنا لصوت الخليج سمعنا فن ثاني بطريقه معينه. يعني صار في خليط شوي في سهرتنا الليلة. أنا حبيتها صراحة. يعني أنا ملت شوي صوب سر الحياة. أيوة مع أصيل هميم. يعني خاصة بعد الفنان اللي دائما يكون متواصل مع الجمهور ويكون عنده أصدارات دائما تكون العلاقة حية. ولا بكسور طبعا دي منصور المهندي. فنروح معاكم مشاهدينا مرة ثانية لإذاعة صوت الخليج ولقاء رجاء سلمان مع أصيل حميم تحت شعار أصل الوفا منك مع نجوم الفن في قطر اللي أقيمت تحت رعاية وزارة الثقافة والرياضة. اختتمتي الحفل بأغنية حياتي يا قطر وأغنية أيضا في عينها مسرى. كيف تم أيضا الترتيب لهذا الحفل وكيف شفتي الحفل؟ يعني أنا سمعت عن الحفل كثير يعني حتى من الفنانين نفسهم، لكن أنت قولي لي كيف شفتي الحفل وكيف كان شعورك بهذا الحفل وكيف كان الترتيب؟ شوفي أنا كلموني كان ترتيب وزارة الثقافة والرياضة ومركز شؤون الموسيقى. فطبعاً كالمعتاد كل سنة إحنا نحي المهرجان القطرية طبعاً من أهم المهرجانات اللي تقام سنوياً. فطبعا السنة اللي طافت كنت أول مرة أشارك فيها فكنت جدا سعيدة بمشاركتي وأعتبر هذا الشيء يزيدني أكيد يعني فخر ومن الأشياء يعني أبسط شيء ممكن أسوي يعني أقدم للجمهور للناس في الدوحة. فكان ترتيب والتنسيق بينهم وكان في مجموعة فنانين يعني وطبعا إحنا اخترنا الأغاني مع بعض وكانت ليلة جميلة جدا وإن شاء الله بعد هالسنة بإذن الله يعني يحيون مهرجان السنة القادمة أيضا المفروض السنة هذه بعد يقام. وإذا قلنا لك تختارين أي أغنية منهم تسمعين إياها تختارين أي واحدة؟ مش عارفة صراحة إذا حيكون يعني مثلا أكيد حيكون شيء في وطني أو الاختيارات الثانية مش عارفة يعني لحد الآن ما أعرف يعني ممكن يكون في يعني أغاني جديدة تتسجل ممكن يكون في قديم ما أعرف الله أعلم. طيب حالياً إذا طلبنا منك سمعينا شيء
حياتي يا قطر ولا في عينها مسرة راح تسمعينا؟ كيفكم؟ اللي ودك. حياتي يا قطر انتي فداك بنيتي وولدي، حياتي يا قطر انتي فداك بنيتي وولدي، ابيع الدنيا لعيونك ابيع الدنيا لعيونك، وانا كم قطر عندي، انا كم قطر عندي. رائعه جدا. وايد على فكره والله جد، يعني يمكن شعور ناس كثيره لما يسمعونها لما تقولين وانا كم قطر عندي، احس شيء يعني الواحد كانه من كثر ما يحب الحمد لله قطر، ومن كثر الحمد لله الامان اللي عايشينه في هذه البلد. الله يديم يا رب ان شاء الله. احس شيء اكيد يعني واحد بلده يعني اكيد طبعا. لا وانت بعد وصلتيها باحساس يعني ما شاء الله عليك. هي دائما الاغاني الوطنيه يعني يكون لها جو مختلف تماما يعني. نروح لأيضا نجاح آخر. نعم. اللي هو مشاركتك في مهرجان كتارة لآلة العود اللي يقيم بالتحديد في كتارة. أيضا هذه التجربة كانت ممتعة وكنت مع فنانين وعازفين. صح. عود أيضا هذه التجربة شو اللي أضفتها لأصيل؟ شوفي دائما نحن بكل مهرجان نروحه أو كل شيء يقام نحن لازم يعني أحس إنه كل مكان أروح أو أي شيء يقام لازم أتعلم منه شيء. مهرجان العود كان مهرجان مختلف، أول مرة أشارك به. أول شيء تعرفت على الفرقة الموسيقية اللي كانوا مشاركين به نجوم. تعلمت المقامات القديمة العراقية، غنيت بعض الأغاني القديمة العراقية، عشت أجواء اللي هي تحسيها الأجواء القديمة يعني أجواء آلات العود القديمة. تعلمت كم شغلة يعني من الموجودين المشاركين، أسماء جدا كبيرة كانت معانا وأصوات مهمة. فهاي الأمور هاي الأشياء أنا بالنسبة لي إضافة كبيرة لإلي، يعني تضيف لي مسيرتي الفنية. مثل هيك مهرجانات بهالحجم أكيد يعني بالنسبة لي إضافة كبيرة لي فنيا وموسيقيا طبعا. ان شاء الله دائما تشاركين في اكيد اكيد اتشرف بالعكس. يعني احنا نستمتع اكيد بوجودك يعني. اصيل حابه اعرف منك، وفي ايضا ناس وايد قالوا لي اسئلي اصيل، متى تشوف كانت انطلاقتها بالفعل للعالم العربي؟ من اي اغنيه؟ متى من اي اغنيه شفتي ان انت انطلقتي هني للعالم العربي كله؟ اقدر اقول لك اخر 3 اغاني حقيقه، يعني اللي غنيتها كله الى يعني إلى مكانة عندي أكيد فنياً، وأضاف لي أغنية خلك بحر، أغنية آخر ظهور. صح. بداية بلاني زماني اللي هي يعني كانت هويتي للناس. بس النجاح الحقيقي اللي الناس يعني عرفتني أكثر وحس أنه تقربت لهم أكثر أو صاروا يرددون أغاني أكثر. أنت قبل شوي قلتي سر الحياة، حتى الأطفال غنوها. لا والله كلهم المفروض وسر الحياة. إيه صح. فآخر 3 أعمال هذه فعلا اللي كانت هي بداية انطلاقتي الحقيقية، اللي هي المفروض، سر الحياة، وأنت السعادة. آخر 3 أعمال. لكن بعد في عتب من جمهور أصيل إن هي دائما قليلة الظهور في مواقع. صح. التواصل الاجتماعي، خاصة صارت هذه الفترة زمن الأضواء. لكنك أيضا من ناحية أخرى ما شاء الله تمتلكين الآلاف من المتابعين. صح. في الانستغرام، فالمفروض يكون يعني على طول أبديت، يعني في تجديد أول بأول وإن في ظهور لك. يعني حتى إحنا يعني ساعات مثلا هذه الفترة الأخيرة شفنا وايد فنانين قاموا يطلعون لايف انستغرام، ممكن. صح. يسوون حفلات، ممكن يتواصلون مع جمهورهم. دائما كنت أقول يعني ليش أصيل ما تطلع لنا؟ صح. شوفي دائما أنا يسألوني نفس هذا السؤال، أنا ما أحس إنه يعني أنا طبيعتي خجولة من الكاميرا، طبيعتي أنا شخصيا. بنفس الوقت يعني شوفي لحد الآن في يعني في ناس مثلا ما تعرف هواي أشياء عن شخصيتي عن حياتي. أنا ما أحب دائما أظهر يعني
احس انه لو عندي شيء اطلع اقوله جدا اقول لو عندي شيء اطلع اقوله اسوي عندي اغنيه عمل اطلع عندي لقاء اطلع انا اطلع 24 ساعه على السوشيال ميديا شو اسوي وش عندي قولي لي انت تدري في فنانين يعني يمكن من الفنانات اللي اذكرها ممثله الهام الفضاله كانت بعد نفس الشيء في البداية كانت يعني الناس كانوا يقولوا لها جمهورها طلعي طلعي كانت تطلع وتصرح وتقول لنا لا يعني أنا ما أحس إنها جوي بس فجأة شفنا لا في تفاعل لا يعني أطلع أحيانا أطلع أحيانا لما يكون عندي شيء لما يكون عندي مثلا أنزل أقول لما يكون عندي عمل قبل يوم ما نزلت كان في عندي سويت إعلان مصور فيديو كليب بسيط نزلته بس أنا ما أحس يعني إنه يعني أطلع دائما دائما وبعدين في شغلة نقطة مهمة أنا من الشخصيات اللي جدا حساسة وجدا أتأثر أحيانا أنت تطلعين مو بنيتك تقولين كلمة صح تتفسر صح مليون شغلة أيوة هاي هو. وفي ناس تصير تكرهك وفي ناس يمكن هذا الموضوع تخوف من اللقاءات من اللقاءات بعض اللقاءات سويتيها والناس قامت تقطع بعض الأشياء اللي تبيها من ضمنهم ذكرتيني طلعت مرة بلقاء غنيت سألني على سعدون جابر فقاعد أقول أنه فنان كبير أشوف بعد يومين أصير بنت الفنان زعد عرفتي يقطعون الكلام ويسوون مونتاج يمكن هالشيء اللي يخليك تتفادين شوي ان تكونين بعيده وقليله الظهور يعني اكيد لا في شغلات احيانا ممكن ناس تفهمها غلط ممكن فانا احيانا اتجنب هاي الامور اطلع اقول اللي عندي احيانا تسولفين سالفه عاديه مو بنيتك بس ميت عقل وميت فكره بالعكس انا احب الناس احب الجمهور احب كل حتى اللي ما يحبوني انا عادي يعني اتقبل ما يعني ما أزعل من أحد اللي ينتقدني عادي بس أحب نفسي شوية أحب أنه أكون يعني بعيدة وبعدين أموري الشخصية والخاصة أنا ضد تماماً أنه تطلع بالسوشيال ميديا تماماً أنا ضد ما أحب على فكرة. أنا ما أحب يعني مرات أنا أنتقد أقول هذه شلون يعني كل حياة الخاصة إحنا معرضة أنه إحنا نشوفها ليش صح انا بالنسبه لهذا تفكيري يعني والله غير يشوفه عادي انا اتفق معك يعني احس ان الفنان او حتى الانسان المشهور له جوه خاص فيه بعدين يعني انت قلتي فنان له جو صح احنا هسه موضوع هذا احسه خاص بالفاشينيستات يعني هذا هذا شغلهم او هذا جوهم ان هم يطلعون مثلا يصورون دائما يعني على برودكت معين على شيء احس انه مو شغلي طيب الحين انا قاعد يكلموني ويقولوا لي ان جمهور تلفزيون قطر بالتحديد يبون اغنيه وانا بما ان راح اسالك عن اغنيه غنيتيها في الروضه خلينا ايش رايك نسمع انت عمري انت هذه كان عمري يمكن في الروضه 6 سنوات ايه فايش رايك نسمعها عقب نتكلم عنها رجعوني عيني لأيام اللي راحوا علمونا ندم على الماضي وجراحوا اللي شفته قبل ما تشوفك عيني عمري ضايع يحسبوه ازاي علي اللي شفته اللي شفته قبل ما تشوفك عيني عمري ضايع يحسبوه ازاي علي علي انت عمري انت ابتدى بنورك صباح اللي ابتدى بنورك صباح انت 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 عمري الله الله شفتيهم شلون كلهم الشباب الموجودين من دمجين اشوف صار سكوت شرف لي كبير ان هذه شيلة تنشال في قصر الوجبة
ويكفيني شرف أن سمو الأمير يتحيل على الشيلة هذه. فهذا هذه صراحة وسام أنا أعتبرها على صدري الصراحة. لما أنا شيلة قدمت وتنشال في الوجبة هذه صراحة هذه تعتبر نجاح لي بالنسبة لي. صحيح. لكن أيضا بشكل كبير أنا ما توقعت أنه راح تنتشر هالشكل. يعني أنا المسي على أخوي الشاعر حمد بن غانم المعاضيد وأقول لك العام أنت بخير. هو صراحة صاغ اللحن هو صاغ الكلام. فسوالي تلفون تصلك له قال لي أبو يمع أنا عندي لك شيء. فأنا لما سمعتها صراحة على طول علقت في إذني. فيعني ما أخذني في يوم أو يومين يومين تقريبا أو يوم اشتغلت عليه ركبت الصوت وخلصت وقدمته. فالحمد لله لاقت يعني استحسام الجمهور انتشرت بشكل غير طبيعي. يعني يعني الناس قاموا يكلموني يقولوا ترى كيف الأعراس تنشال الشيلة. وفعلا لما ساعات اروح أعراس ولا اسمع الشيلة ان شاء الله. فالحمد لله يعني هذه من تعتبر بعد من الأغاني الوطنية الخالدة بالنسبة لي انا. صحيح. يعني تشوف بعد فنان منصور المهندي الحين اتجاه الشعراء الفنانين في الآونة الأخيرة وفي السنوات الأخيرة بالتحديد اتجاههم للشلات الوطنية، يعني شلون تشوفها من وجهة نظرك؟ هل يعني ترى أنه أصبحت الأكثر انتشارا وأكثر استماعا بعد من قبل الجمهور بالنسبة للشلات؟ الشلات شوفي كل فترة لازم تطلع لنا يعني تطلع موجة مثل ما قلتي. أما أنا لما يعني على طول بمشيها مثلا كل سنة يعني بقدم عرضة الناس راح تمل الصراحة. أو أنه بقدم خبيتي على طول على الناس راح تمل. فأنا بالنسبة لي لما يكون شيء منوع بيكون له طعم ثاني. الشلات لها ناسها ولها طعمها ولها العرضة نفس الشيء. فبالنسبة للشلات صراحة جدا حلوة ونجحت. الأعمال الوطنية القريبة لقلب منصور المهندي، الأعمال الوطنية اللي قدمتها الأخيرة؟ والله هذه الشيلة وفي قدمت أنا في عمل ولد قطر أيضا من أجمل الأعمال الوطنية صراحة. من كلام ولحن توزيع صراحة من احلى الاغاني الوطنيه اللي قدمتها. خلنا نسمع يلدام نسمعونها في لا نسمعها منك ان شاء الله. ان شاء الله ما اكون ناسيها. اكبر شرف اكبر فخر الولد ولد قطر يعيش بقلب وحمد رمز الوفا طول العمر. أكبر شرف وأكبر فخر إني ولد دولة قطر يعيش ويبقى محمد رمز الوفا طول العمر. من يوم أنا عمري صغير لين الغلا فيني كبر حب القطر دايم كبير قطر عيوني والنظر. من يوم أنا عمري صغير لين الغلا فيني كبر حب القطر دايم كبير قطر عيوني والنظر. ما شاء الله الأعراس. نعم. أصيل صارت اسم مهم في الأعراس، وهذا السوق طبعا يعتبر مهم جدا حاليا لكل الفنانات ويمكن يكون الأكثر ربحا طبعا. كيف تشوفين الغناء في الأعراس؟ يعني كل ما أدخل عرس أنا وقفت تقريبا، أنا فترة 7 سنوات ما كنت أطلع ولا عرس أبدا أو 8 سنوات نهائيا. أنا السنتين الأخيرة هذه بلشت يعني بعد ما شفت الجو العام تحسين انه انت فعلا بين اهلك وبين ناسك، يعني ما تحسين ان الموضوع معقد. حبيت الاجواء يعني مع العلم هو الموضوع متعب، يعني ياخذ تقريبا يوم كامل تجهيزات وتحضير.
والعرس تقريبا ياخذ حتى اكثر وقت من الحفل مثلا على المسرح. فبالعكس انا مع يعني وايد احب الاجواء، تحسين نفسك انه انت جو العيله يعني. صح حلو. ايضا سفرتك للكويت وبالتحديد حفلات كانت جماهيريه لك في اكثر من دوله. نعم. لكن خلينا نتكلم عن الكويت، وخاصه ان الكويت يعني ذويقين وسمعين درجة جداً. أولى يعني جمهور يخوف. وما شاء الله عليك يعني أنت حتى حققتي مبيعات كبيرة للتذاكر كلها. صح. خلصت نبي. يعني صحيح. في يعني حتى لدرجة أن الكل قال أن صار عندنا زحمة وكنا نتمنى أن إضافة كرهة متابعة. قولي لي يعني أنت كيف شفتي الحفلة، كيف شفتي جمهور الكويت؟ يعني هو بشكل عام إحنا نسمع أي فنان يقول فعلاً جمهور الكويت حقيقة مخيف. حقيقة كانت آخر حفلة إلي مع الفنان حسام الرسام، كانت من أهم الحفلات اللي حيناها يعني مع بعض. فعلاً أنا لما أروح الكويت أحسب مليون حساب، مليون خطوة، لأنه جمهور ما عنده مجاملات. ما عنده مجاملة، يعطيك شيء يقولك أنت ما أديت، أنت ما سويت، أنت ما كنتي موفقة، عادي يقولها ويمشي بوجهك يعني. فهذا الشيء يحمل الواحد مسؤولية أنه لما يروح يكون شنو مجهز، شنو مسوي أغاني، شنو مخطط، شنو راح يقدم. فيعني دائما أكون شايلة هم أو أتخوف شوية لما أروح، بس مجرد ما أنا أطلع المسرح أشوف الناس خلاص أنسى كل شيء. جمهور رهيب جداً جداً ويتفاعل طريقة مش طبيعية. صحيح. طيب من بعد هذا التفاعل إحنا بعد نبي نسمع ونستمتع بصوتك ونسمع أغنية، إيش راح تختارين لنا؟ مفروض عوفك من زمان، كون من ذاك الوقت من علي تغيرت، ليش منك ما تبت؟ بس يلا من فات الأوان، تعبهان كل شبان، الوعدني بعد خان، الوعدني وعد خان. الله يعطيك العافية. يعني حتى احنا طبعا مشاهدينا الكرام مثل ما تابعنا وياكم النقل من صوت إذاعة صوت الخليج وأيضا إذاعة قطر الفنانين الفنان منصور المهندي وأيضا فنانة أصيل هميم، أطربونا ومتعونا في هذه الأغاني. وعلى طاري الأغاني الوطنية، قبل الهوى كان نايف لقب يقول إن على أيام قبل يسمونه نايف ناشونال دي، وايضا علي لا بس شوف انا بقول شيء لحظه علي كتاره بناء على اسم خريطه قطر كتاره من البرتغاليين صحيح صحيح ما شاء الله الله يعني يزيدكم يعني شيء وطنيه ان شاء الله باذن الله. وايضا احنا في هذه الاجواء ان شاء الله باذن الله تكون اجواء وطنيه واجواء فرحه. ما سميت نفسي حب الجمهور. الله 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 اصفق لك. اكيد مشاهدينا الكرام احنا استمتعنا معاكم في حلقه الليله، ونتمنى فعلا انكم انتم ايضا استمتعتوا معانا، وان شاء الله بكره نلتقي فيكم على خير في نفس التوقيت. ان شاء الله ان افدناكم ولو بكلمه او امتعناكم، يعني راح نكون معاكم ان شاء الله بكره واللي بعده واللي بعده بنفس التوقيت من الساعه 7 لين 11. علي المري، نايف المسلماني، فيصل ابراهيم موجودين عشانكم ونونسكم ان شاء الله. أكيد. احس عندك تعليق قول. والله عندي هو التعليق موجود اكيد. أنت قلت من الساعة 7 إلى الساعة 11 أكيد بيكون النقل من تلفزيون قطر بالإضافة إلى صوت الخليج، إذاعة صوت الخليج وأيضا إذاعة قطر. الزملاء في الاستوديو راح يكونوا متواجدين يوميا من أجل تغطية احتفاليات العيد، فنتمنى إن شاء الله بإذن الله أن تستمتعون في سهراتنا لعيد الأضحى. الله يحفظكم مشاهدينا الكرام، في أمان الله.